وإلى شهداء مسيرة التضحية في عراقنا العزيز، لشهداء والقوات المغيورة، لشهداء العراق كل العراق، نقف لنقرأ الفاتحة على أرواحهم. الفاتحة. أحسنتم كثيراً. نجدد الترحاب بكم سادتي الأكارم، الأحبة، أخواتي الكريمات، مع هذا الموعد الغدير الأغر، وموعد تجديد الولاء لعلي ومنهجية علي سلام الله عليه، وكلنا مولعون بهذه المنهجية المثلى. مولع فيك والهيام متاعي منذ أن كنت في المشاوير طفلا. مولع فيك والهيام متاعي منذ أن كنت في المشاوير طفلا. بك أقسمت صادقا عنك لو أنك تهدي للنار لنا آية وللمودة. وهم يعبدون بالسر عجلا، هم عبيد الدنيا وإنك مولاها، وليس كفؤين عبد ومولى. هم عبيد الدنيا وإنك مولاها وليس كفؤين وليس كفؤين
من جوعه الممتد يكسو الجياع خبزا ونخلا. فاطم لم تكن لطهرين أما قط لو لم تكن لفاطمة بعلا. فاطم لم تكن لطهرين أما قط لو لم تكن لفاطمة بعلا. آل طه ثقل وقرآنه ثقل ومعناك وحده كان ثقلا. أحسن الله إليكم بالخيرات. ومع كلمة الجامعة الترحيبية بالضيوف الكرام يتفضل بإلقائها عميد كلية القانون في جامعة الكفيل الأستاذ المساعد الدكتور أحمد الخفاجي، فليتفضل مشفوعا بالصلاة على محمد وآل محمد. سماحة المتولي الشرعي للعتبة العباسية المقدسة حجة الإسلام والمسلمين السيد أحمد الصافي دام عزكم، السيد الأمين العام للعتبة العباسية المقدسة، السادة أعضاء مجلس الإدارة المحترمون، السادة رؤساء الجامعات المحترمون، السادة رؤساء أقسام العتبة العباسية المقدسة المحترمون، الضيوف الأكارم، الباحثين الأفاضل، الحضور الكريم مع حفظ الألقاب والمقامات، وعذراً لمن فاتني الترحيب بهم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين، صدق الله العلي العظيم. في البدء نتقدم بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، وإلى مراجعنا العظام، وإلى الأمة الإسلامية جمعاء، بمناسبة حلول عيد الله الأكبر عيد الغدير الأغر. وبهذه المناسبة العظيمة التي توج فيها أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام بأمارة المؤمنين وأصبح ولي كل مؤمن ومؤمنة، نجدد البيعة والولاء والطاعة لأمير المؤمنين عليه السلام، سائلين الباري عز وجل أن يثبتنا على نهجه والسير في خطاه العظيم. فلقد كان من نعم الله تعالى على عباده ومن ألطافه وفيضه عليهم أن بعث لهم رسولا من أنفسهم يزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ويهديهم للتي هي أقوم وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقد أيد الله تعالى رسوله بأخيه وباب مدينة علمه، فكان القوة الضاربة التي حمته من كيد قريش واعتدائهم عليه، وبقي ملازما له يصد عنه العدوان ويذب عنه بقوة وحزم ونشاط كل من أراد النيل منه. أيها السادة الأكارم، مما لا يخفى أن علي بن أبي طالب عليه السلام كلام الله الناطق وقلب الله الواعي، نسبته إلى من عداه من الأصحاب شبه المعقول إلى المحسوس، وذاته من شدة الاقتراب ممسوس في ذات الله. ولقد كان علي بن أبي طالب من سلالة ذرية طيبة وعائلة كريمة في صفاتها، صالحة في أخلاقها وسيرتها، محمودة في خصالها، رفيعة في شمائلها، متميزة في رجالها وسيادتها. فبنو هاشم سادة قريش، بل سادة الدنيا، وهم ملح الأرض وزينة الدنيا وحلي العالم والسنام الأضخم والكاهل الأعظم ولباب كل جوهر كريم وسر كل عنصر شريف والمغرس المبارك
والنصاب الوثيق والمعدن الفه وينبوع العلم، فقد كان منها أكرم خلق الله تعالى على الإطلاق محمد بن عبد الله وآله الطاهرون، وكان منهم آله الطاهرون وأعظمهم وأفضلهم سيدهم علي بن أبي طالب الذي اجتمع فيه من الخصال ما لم يجتمع لغيره، ومن المكارم ما لم يحظ بها أحد غيره، ومن السجايا ما لم يحظ بها الآخرون، فحسب شريف وخلق عال وفطرة سليمة لم تتلوث ببراثن الجاهلية، وعقيدة صافية وعلم جم وشجاعة لا مثيل لها. ومهما يكن من أمر، فإن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام ثروة من العلوم والمعارف لا يدانيه في فضله أحد، وهو القائل: سلوني عن طرق السماء فإني أعلم بها من طرق الأرض. واليوم تتشرف جامعة الكفيل بالتعاون مع جمعية العميد العلمية والفكرية في العتبة العباسية المقدسة بإقامة مؤتمرها الدولي الذي يعنى بشخصية الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام وأثره في الفكر الإسلامي والحضاري تحت شعار الإمام علي عليه السلام ميزان الحق. يتناول فيه الباحثون شخصية الإمام عليه السلام وما آثر عنه في مختلف الأبعاد والمستويات بصفته رمزاً حضارياً وإنسانياً يعبر عن الإسلام بأنصع صورة وأجلى مظهر، منطلقين من كون هذه الشخصية العظيمة كانت محل عناية العلماء المسلمين وغير المسلمين قديماً وحديثاً، وأن البحث والكتابة فيها شرف ومسؤولية فكرية وثقافية لإظهار مكانة أهل البيت عليهم السلام في الفكر الإسلامي وتعريف الحضارة الإنسانية بعلومهم وتراثهم. وجامعة الكفيل في النجف الأشرف تزداد فخراً بإقامة مثل هكذا مؤتمرات، انطلاقاً من أهدافها الرامية إلى نشر فكر أهل البيت عليهم السلام وأحياء تراثهم وتطبيق منهجهم في عراقنا العزيز وباقي أرجاء المعمورة، لا سيما أن هذا التراث قد حورب وشوه وحرف من قبل ملوك الفجور ووعاظ السلاطين طيلة قرون مضت. وقد شارك في هذا المؤتمر المبارك أكثر من 48 باحث وباحثة، وتم قبول 27 بحثاً عن طريق لجنة علمية متعددة الاختصاصات الإنسانية والدينية لتقييم تلك البحوث، ولا جدال في أن جميع من شارك في هذا المؤتمر يرجو أن ينال شفاعة الإمام عليه السلام وأهل بيته الأطهار عليهم السلام. وأخيراً، إذا كان من كلمة شكر وعرفان فلا بد أن نتوجه بالشكر الجزيل والثناء الجميل للأمانة العامة للعتبة العباسية المقدسة، ممثلة بمتوليها الشرعي سماحة السيد حجة الإسلام والمسلمين السيد أحمد الصافي دام عزه، وكل من شارك في إنجاح هذه التظاهرة العلمية التي تعنى بثقافة أهل البيت عليهم السلام، داعين الباري عز وجل لهم مزيداً من التألق والنجاح والعطاء تحت راية سيدنا ومولانا أبي الفضل العباس عليهم السلام. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. حياكم الله سادتي مجددا. وقد هيئت اللجنة التنظيمية لفعاليات هذا المؤتمر فيلما تعريفيا بأسبوع الإمامة الدولي الأول، نكون إن شاء الله وإياكم مع هذا الفيلم.
عطروا أفواهكم بذكر محمد وآل محمد. ولأجل أن يندلق لسان المعرفة اندلاقا في رحاب الجلسات البحثية، تحوم دائما لغة الإبداع حول ممدها. يا من بغير خشوع نفس لم يعز، ومن البسيطة شبر أرض لم يحز، ومن الشريعة قيد شعر لم يجز. يا من له ردت ذكاء ولم يحز بنظيرها من قبل إلا يوشع. يا من أعز المسلمين بعزه، والله في حرب العدا لم يخزه، كالغير عند فراره من عجزه. يا قالع الباب الذي عن هزه عجزت أكف أربعون وأربع، أنا عبدك الرق المقرر بالولا، وولاك كل الرين عن قلبي جلا. جمت صفاتك حيرتني في العلا، أقول فيك سميدع؟ حاشا لمثلك أن يقال سميدع. على بركة الله تعالى يكون الشروع بالجلستين البحثيتين. الأولى ستنطلق في هذه القاعة، في قاعة العلامة نصير الدين الطوسي، وهي بإدارة الأستاذ المساعد الدكتور حسام علي حسن العبيدي. والجلسة البحثية الثانية ستكون في قاعة الشيخ ضياء الدين العراقي، وهي بإدارة الأستاذ المساعد الدكتور أياد صاحب حمادي. فعلى بركة الله نشرع، وليتوجه من يتولى إدارة الجلستين حيث يكون مكانهم إن شاء الله. فحيوهم بالصلاة على محمد وآل محمد. عشر دقائق وخمس دقائق في مناقشته او مداخلته.
السلام عليكم. في الوقت المحدد وعلى بركة الله نبدأ مع الأستاذ المساعد الدكتور محمد، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وهنئكم بمناسبة هذا العيد الأغار عيد الغدير، وأتمنى لكم الموفقية. في البدء أشكر العتبة العباسية وجامعة الكفيل وجمعية العميد للعلوم الفكرية والعلمية على إتاحة الفرصة لنا والمشاركة في هذا المؤتمر، وأتمنى لهم الموفقية. وأشكر كذلك الأخ الدكتور الشيخ الفاضل حسام العبيدي. موضوعي إصلاحات أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام في نظم العدالة الاجتماعية. تعاني أنظمة الحكم في العالم من أمور قد تؤدي إلى هلاكها، منها العدالة الاجتماعية، وتعد هذه العدالة المحور الأكثر بروزاً في منهج أمير المؤمنين عليه السلام. فعلى مدى عصور التاريخ الإسلامي بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد سنحت فرصة استثنائية واحدة لجهة استقرار هذه العدالة، تمثلت في العهد القصير الذي أمضاه أمير المؤمنين عليه السلام في الحكم، وقد أجهد نفسه على أن يحقق ذلك بين الناس وأن يحملهم على الطريق الواضح لا التواء فيه، ويبسط الحق بين القريب والبعيد. فذهب الإمام عليه السلام لوضع الأسس التي تهتم بتطبيق العدالة الاجتماعية وإعطائها بعدا عمليا واقعيا، ويوسع مفهوم الحقوق التي طالت مستويات لم تكن منظورة ومعترفا بها نتيجة الثقافة المتوارثة والعادات القبلية التي قيدت حركة الإنسان وألزمته حدودا يكرهها. وفي منطق أمير المؤمنين عليه السلام لا يمكن أن يدوم بقاء الدول في المجتمعات إلا إذا احترم النظام الحاكم حقوق الشعب، وفي الطرف الآخر أبدى الشعب احترامه لحقوق النظام الحاكم عليه، وإلا فمن دون رعاية الحقوق المتبادلة بين الدولة والشعب لا يمكن تحقيق العدالة الاجتماعية. وقد حارب أمير المؤمنين عليه السلام من أجل هذه العدالة محاربة لا هواد فيها، فكان ينتهز كل الفرص من أجل ثقافة مكافحة الظلم وحماية المظلومين عن طريق ضمان معيشة كريمة لجميع الفقراء والمعوزين. ولم يكن اهتمامه بالناحية هذه بمحض الصدفة، بل إنه يرتبط ارتباطا وثيقا بالأوضاع الفاسدة التي آلت إليها حالة العالم الإسلامي آنذاك، إذ كثرت الثروات ولم يكن توزيعها يتم وفق المبدأ العادل، بل كانت الامتيازات العصبية والطبقية تأخذ دورها، حتى تراكمت الأموال في جانب وحرم الفقراء حقهم في جانب آخر. فكان عليه السلام يكافح هذا الداء الخطير ويعالج تلك الانحرافات، وذلك بإزالة جميع أسباب التخلف والانحطاط وتحقيق حياة كريمة يجد فيها الإنسان جميع متطلبات حياته من رخاء وأمن واستقرار. فالطاقات العلمية والعملية الهائلة التي بثها أمير المؤمنين عليه السلام في هذا الجانب قد ساهمت مساهمة إيجابية في صنع الحضارة الإنسانية وبلورت العدالة الاجتماعية الإسلامية الحقيقية. سبب اختيار الموضوع أن الوضع الاجتماعي المتردي قد جعلني أختار هذا الموضوع لما له أهمية في إصلاح أمور البلاد والقضاء على الفساد بكل أشكاله، والذي قد تسبب بأزمات أخرى. أهمية البحث، إن ما يهدف إليه البحث هو تسليط الأضواء على أهم المبادئ والخصائص والأصول للمنظومة القيمية الاجتماعية في الإسلام، لا سيما في خلافة أمير المؤمنين عليه السلام والإصلاحات التي قام بها.
لأن الأنظمة الإسلامية في الحقل الاجتماعي توجب نشر الرفاهية بين الشعوب وضمان معيشتها، ولا تدع مجالا للفقر والحرمان وعدم الاستقرار، فالإصلاح حاجة إنسانية. أهداف البحث: يهدف البحث إلى تقديم دراسة فيها معايشة الواقع الذي تعيشه الأمة الإسلامية والإسهام في حل مشكلة من مشكلات العصر التي لا حل لها سوى الرجوع إلى القرآن الكريم وأهل البيت عليهم السلام. وسوف أوضح في هذا البحث أهم أصول حركة الإصلاح العلوي وأبرز مرتكزاتها في مضمار الإصلاح الاجتماعي. مشكلة البحث إن واقع التخلف الذي يعيشه العالم الإسلامي اليوم يدعو إلى وقفة تأمل ومراجعة يعاد عن طريقها النظر في المطبق من نماذج العدالة الاجتماعية في كافة جوانبها. فهذه النماذج منها منقولة من دول غير إسلامية، ومن ثم صيغة مقوماتها على أساس الأوضاع الهيكلية للبلد. أسئلة البحث: ما أهمية معرفة إصلاحات العدالة الاجتماعية؟ وما أثر أمير المؤمنين عليه السلام في حل هذه المشكلة؟ وما الأثر الذي تركه في هذا المجال؟ هذه الأسئلة كانت الإجابة عنها في أثناء البحث. حدود البحث: ستتناول هذه الدراسة الإصلاحات الاجتماعية لأمير المؤمنين عليه السلام في مدة خلافته وما واجهته من مشكلات من المعارضين والولاة والموظفين وسوء استخدامهم للسلطة. منهجية البحث: سوف يتبع الباحث المنهج التاريخي والوصف التحليلي، وقد أتحفتنا كتب شروح نهج البلاغة بالمعلومات القيمة وكان لها الأثر البالغ في إغناء البحث، ويشكل كتاب نهج البلاغة أحد أبرز ملامح الشخصية الإبداعية والعبقرية للإمام علي عليه السلام. واقتضت الدراسة تقسيم البحث على 3 مباحث، وسبق هذه المباحث تمهيد بينت فيه التعريفات بمفردات البحث وهي الإصلاح والنظم والعدالة، لمشاركتها في إعطاء صورة واضحة عن عنوان موضوع البحث. أما المبحث الأول فكتبت فيه عن سياسة أمير المؤمنين عليه السلام في الأمن الاجتماعي والإصلاح الاجتماعي، والمبحث الثاني تكلمت فيه عن سياسة الإمام علي عليه السلام في الإصلاحات الاجتماعية، وقد شمل سياسته في المال العام والمحاسبة وفي رفع الضرائب عن الضعفاء وتأمين الحاجات الضرورية للناس وفي حقوق الفقراء والجيران واليتامى والمساكين والمسنين. المبحث الثالث تطرقت فيه إلى مقومات إصلاحات العدالة الاجتماعية، وقد شملت مقومات حفظ كرامة الإنسان ورضا عامة الناس ومقومات مواجهة الظلم وحماية المظلومين ومقومات التسوية والعطاء ومقومات معاملة الناس في الحقوق بالمعروف وإقامة العدل. وختمت البحث بخاتمة أوجزت فيها إلى أهم ما توصلت إليه فيه من نتائج. هذا والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين. شكرا جزيلا للباحث الاستاذ المساعد الدكتور محمد الجلاوي على التزامه بالوقت. ان كانت هناك مداخله او سؤال للباحث جناب الشيخ الدكتور ابراهيم النصراوي لازم نعرف. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته شيخنا. بسم الله الرحمن الرحيم. احسنتم استاذ، احسن الله عليك الايجاز الجميل، بارك الله فيكم. إضافة لما تفضلت به، الإمام أمير المؤمنين عليه السلام أهم مشهور قام به هو تركيز قضية الإمامة والدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وآله، لأنه حدثت فجوة كبيرة استمرت إلى ربع قرن من الزمن بين رحلة النبي صلى الله عليه وآله وتولي أمير المؤمنين للأمة
والفاصل الطويل أحدث فجوة وفراغا وتميعا وابتعادا عن الدين بكل مفاهيمه، فما تفضلتم به لو يضاف إليه أيضا تركيز مبدا الإمامة والدين الإسلامي بكل مفاهيمه. إن شاء الله. إن شاء الله شيخ. شكرا لكم. سماحة الشيخ الدكتور إبراهيم النصراوي، كانت هناك مداخلة أخرى. تفضل الشيخ علي المالكي. تفضل. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. فهمت من كلام الدكتور أن عدل أمير المؤمنين عليه السلام مرتبط فقط في حال انتشار الفساد في المجتمع الإسلامي. فهل تقربتم إلى أن عدل أمير المؤمنين عليه السلام أيضا في حال الرخاء يكون أو لا يكون؟ هذا سؤال. لا ما تحفظ. لا. ما تحدث بشيخنا، لأن الموضوع راح يتوسع، وإحنا دائما معينة عدد الصفحات اللي نكون ملتزمين بها. لكن الجمال يكون في القليل أيضا. إن شاء الله. أحسن. بالجد. إن شاء الله. بل. شكرا. تفضل. مع ذلك يعني إذا سمحتم المداخلة عن نفس الشكل السريع. شكرا جزيلا للأستاذ الدكتور صباح حسن الزبري الجامعة الضرية. مرحبا بك. شكرا جزيلا للأستاذ الباحث. حقيقة من جملة المعطيات البحث أن تكون هناك تعزيزات كبيرة لأحاديث وأقوال وسلوك الإمام عليه السلام الله عليه في الأمام. شكرا جزيلا. شكرا لك. سلامتك شيخ. نعم. خدمتك. أنا إذا سمعت من دقيقة أو دقيقتين أنا فهمت من بحثي مع بعض هذا أيضا من الخداع مع البحث إذا سمعت. ركز جناب الباحث على مسألة الإصلاح، لذلك هو بالتأكيد سيرة أمير المؤمنين المعطرة هي يعني تتسع بكل المجالات والنشاطات ويمكن أن يمتهن منها أمور كثيرة في مختلف مجالات الحياة، لكن الباحث ركز على الإصلاح خصوصا لأن جاءت حكومة أمير المؤمنين ودولة أمير المؤمنين بعد إفساد في ركز على قضية توزيع الثروات واستئثار فقط دون الأخرى بتلك الثروات. وشخصيا حقيقة يعني أرى أن نقطة الإضافة للباحث في المسألة التي ذكرها أيضا بالخلاصة مسألة أهمية احترام حقوق الطرفين، الحاكم والمحكوم، أحدهما يحترم حق الآخر لتتاح الفرصة في نشر العدالة الاجتماعية. شكرا لك الأستاذ مشعل الدكتور محمد الجلاب، وشكرا للمداخلين جميعا. والآن مع الباحث الثاني الأستاذ الدكتور طلال علامة من لبنان، فليتفضل جناب الأستاذ الدكتور طلال علامة، وهو من مواليد 54 برج الفراشنة من الجمهورية اللبنانية، وأيضا سجله حافل بالعطاء العلمي، تخصصه اللغة العربية والعلوم اللغوية والأدبية، ولا يشعني حقيقة قراءة إنجازات الدكتور السيرة ما شاء الله كلها إنجازات، كيف لي أن ألخص هذه السيرة، كذلك إضافة المؤلفات والكتب والإشراف على كثير من رسائل الماجستير والدكتوراه والبحوث المنشوره، له ايضا كتب مطبوعه وايضا له انشطه اجتماعيه منها امين الشؤون الثقافيه جمال الثقافه الاسلامي، مدير مسؤول لجمعيه المشاريع العمرانيه لمناطق الجنوب، وايضا امين الشؤون العربيه في المجمع الثقافي العربي، ومشاركته في ندوات الفاسيه عده ومؤتمرات شبابيه، ومن كتبه المنشورة الطبقة والنحو ونشأة النحو تطور النحو صناعة الكتابة وفق التعبير وغير ذلك، حقيقة سجل حافل أيضا للباحث موفق إن شاء الله. عنوان بحثه في هذه الجلسة أثر الإمام علي عليه السلام في تأسيس علم النحو، فليتفضل جناب الأستاذ الدكتور طلال علامة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خصنا بالإسلام وجعلنا من أتباع سيد الأنام وأتبعنا بأهل البيت عليهم السلام من المرتضى إلى القائم عجل الله تعالى فرجه الشريف.
اعذروني على تقصيري، فقد نال هذا العام مني الباركنسون نيلة غير عادية، ولذ هذا أعتذر عن خفض صوتي. المقدمة: هو الذي قيل في كلامه كلامه فوق مستوى المخلوق ودون مستوى الخالق، وهو الذي أجاب الفراهيدي عنه فقال: ماذا أقول في رجل أخفى أعداؤه فضائله حسدا وأخفاها محبوه خوفا وظهر من بين ذين وذين ما ملأ الخافقين. دفعني الشغف قبل الولاء إلى معرفة نصية ماذت هذه الشخصية التي شغلت الجميع، فكان الانغماس في قراءة مآثره مذ عرفت الكتابة وتفكيك النص والسياق والسرد عن ميل وهوى طفولي، ثم عن ارتباط عقلاني بمن تلمذ لمن علمه شديد القوى وهو بالأفق الأعلى. إنها مخبرية لدراسة أشرف اللغات التي أودعها الوحي حلله، رقعة رفعة لأهلها وفرادة لها بعد بلوغها شأوا إبلاغيا، هيأ له هذه المزية الوعائية لتشبه مهمة تقييد رسم الوحي ومحاكاة الريادة المضمونية في نضجها ومنطقيتها ودقة تعبيرها. وقد توسعت في هذا البحث، وضعت أطرا له يستطيع المراجع أن ينالها جميعا. إن سبر الواقع من دونه عقبات تتخطى حدود السائد، فالمتقدمون بين كاره وخائف ومنتفع، والمتأخرون بين ظان وظن لا يغني عن الحق شيئا، وتابع مقلد متعصب أعمى الحقد بصيرته. ولذا كانت القراءة التي أحاطت بالموروث كله وقد بلغ عشرات آلاف الصفحات حتى استخلص هذه الرواية 17 من مشرق العرب إلى مغربهم، ومن الدول الناطقة بالعربية إلى الدول غير الناطقة أو الناطقة بلغات أخرى. هو واضع النحو مطلقا، ولا أقدم الحقيقة قبل النتائج البحثية، ولكن ألخص قدر الإمكان. ومن هو طلال على ما ليحيط بشخصية علي بن أبي طالب عليه السلام؟ منهج البحث هو المنهج المتتبع الذي يركز على الخطوات المتعاقبة كماله، التعامل مع المسائل مجتمعة من قرب ومن بعد، من قرب برواية الرواية كما وردت، ومن بعد من دون إملاء أو إسقاط على الواقع شيئا، لأنكم تعلمون أن حب علي يخامر أبداننا. ثانيا، يلاحق البحث الحقيقة من دون فرض مسبق ونتائج مسبقة. ثالثا، أفضل التجربة العلمية الثقافية في ساحل المثقفة الانطلاق من الخاص إلى العام على سبيل الاستقراء الذي يجمع الحقائق، وهو عندي أفضل الطرائق العلمية. رابعا، ترك فخ التعميم الذي يقع فيه أغلب الباحثين وأغلب البشر. تلك هي الأشكال التي شغلت البحث طيلة عقود، كيف تقدم دراسة تليق بالمقام وترضي بعض طموح تجاه عبقرية الأمير، وتقارب نتاج علماء نذروا أنفسهم لشموخها وتؤرخ لسلسلة طويلة من ثري الأفكار. المبحث الأول تجميع الروايات، المبحث الثاني روايات وضع النحو، وهي متعددة بلغت 17 رواية من شرق الأمة ومن مغربها. تبدأ الروايات مع ابن سلام الجمحي، الرواية الثانية مع ابن قتيبة، الثالثة مع المبرد، الرابعة مع أبو الطيب اللواوي، الخامسة مع السيرافي، السادسة مع الأزهري، السابعة مع الزبيدي، الثامنة مع ابن النديم صاحب الفهرس، التاسعة مع ابن فارس، العاشرة مع ابن عساكر، الحادية عشرة مع عبد الرحمن بن محمد الأنباري، الثانية عشرة مع ياقوت الحموي، الثالثة عشرة مع رواية القفطي، الرابعة عشرة مع ابن خلدون، الخامسة عشرة مع رواية السيوطي، أو السادسة عشرة والسابعة عشرة مع البغداد. المبحث الثاني رواية وضع النحو على غير يدي الدولي، تفرد ثلاثة منهم ابن النديم، وهو عالم من كبار علمائنا سقى عبر التاريخ، ولكنه يعرض للموضوع انطلاقا من الحقيقة الموضوعية. إذن أقدم السرافي عليه ابن النديم، وأختم برواية الأنباري.
المناقشة طبعا يتوسع فيها لم ينل أحد كما نال المحدثون من الإمام في فكره وفي تقدمه وفي حصافة رأيه، ولذا قسمت الدارسين إلى أقسام، هي الموافقون، المشترطون، الرافضون. الموافقون اعتمدوا على أشهر الروايات وانطلقوا من فكر يستند إلى الثقة التي محصوها لاحقا بدراساتهم الدقيقة والمستنتجة من دون إملاء أو إسقاط على الواقع. منهم جورج زيدان، مصطفى صادق الرافعي، أحمد حسن الزيات، غوستاف فلوجل، ولي كما تعلمون قليل من المستشرقين الذين ينصفون فلوجل أنصف الإمام علي خير إنصاف. المشترطون توزعت أفكارهم على مازن المبارك، حسن عون، للشنشر في دائرة المعارف الإسلامية. الرافضون مطلقا صدحت أفكارهم برؤاهم المضللة، ويبقى أن نعرضها كآراء لجماعة الرافضين المعترضين على الأقدمين فيما ذهبوا إليه. إبراهيم الصفا يريد أن يقول بعد أن قدم لهذا الحديث، وأن تركت الحروب لعلي وقتا ليكتب في النحو. شوقي ضيف يطالعنا بأنه ينحي على الشيعة منحى إملاءهم على علي ما لم يكن فيه، هكذا وبكل بساطة. سعيد الأفغاني أيضا يعود إلى مقولة وهل تركت الحروب والفتن لعلي وقتا. أحمد أمين، طبعا أحمد أمين المصري وليس أحمد أمين النجفي، يتحدث في تاريخ النحو أنه منشأه غامض كل الغموض، وكل ما ذكروه ويعني الرواة لا يشفي غليلا، ويعلق قائلا بكل هذا حديث خرافة. أو لا دقيقتان. نعم، مناقشة الروايات، ولكن بيطلع لي دقيقتين لوضعي الصحي زيادة. نعم، يعني لي دقيقتان زيادة لوضعي الصحي فقط لحتى أتمكن من التعبير. صار، خدمتكم دكتور. العفو. إذن نناقشهم في آرائهم فنرد آرائهم عليهم ردا، نستنتج أن أتباع هذا المذهب التشكيكي الرافض عزلوا أنفسهم عن النظر العقلي في نتاج السابقين كله، وردوا الروايات مع أنها ممحصة ودقيقة ووافقت مرحلة التأصيل الأول. في الخاتمة أقول بناء على ما تقدم، يمكن القول أن الالتباس قد أميت عن موضوع النحو العربي نشأة وتأصيلا من دون إسقاط من خارج الموضوع ولا ميل عن الحقيقة، إذ أن تهافت الرافضين والمشككين نال من أفئدتهم فهي هواء أمام البحث الجاد. ومن يبحث عن الجذور فالنحو في خصميه العملي الممارس بالصليقة قبل علي وأبي القاسم وأبي الأسود الدؤلي، والعملي المحتكم إلى العقل والتعلم بعد نزول القرآن بالعربية، وهذا كله يشهد للرائد في أهله الإمام علي عليه السلام بفضل الصدق الذي حفظ على الأمة لسانها لتبقى خير أمة أخرجت للناس بما مثله من قيادة واعية ومعرفة عميقة. وأختم بقول أبي الأسود بالاعتماد على الصليقة، ولست بنحوي يلوك لسانه ولكن صليقي أقول فأعرب، إن قصرت سامحوني، إنه المرض. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم والشكر للسادة العلماء وللزملاء الباحثين وللحضور الكرام. عليكم السلام ورحمة الله. شكرا لك الأستاذ الدكتور طلال. إن كانت هناك مداخلة أو سؤال مع الباحث. نعم، وطلب الدكتور قال دقيقتان، طلب دقيقتين لوضع الصحي ودقيقتين دقيقتان مني أعينه أيضا في التلخيص لوضعه العلمي ليس للوضع الصحي. جناب الدكتور تطرق في بحثه إلى يعني آراء عبر عنها في المبحث الأول، الروايات أحصاها 17 رواية للقدماء، وقال منهم المشترقون، وفي مبحث أخير ناقش آراء المحدثين أيضا لهم رأي في هذا، فكانت مناقشة حقيقة في بحثه لطيفة، واستنتج بالنهاية الدور وأثر الإمام صلى الله عليه في إرشاد وتوجيه أبا الأسود الدؤلي
في تأسيس علم النحو. دكتور، ما تقصدون بالمشترطين؟ ممكن توضحها؟ وافقوا على بعض الروايات وعلى قسم منها بأنه نعم ما أسهم في توجيه أبي الأسد، لكنه لم يتصدى لوضع القواعد الكلية. ينكرون عليه أنهم وضع القواعد الكلية لأسس النحو، الاسم هو ما دل على مسمى الفعل مدلي، ينكرون هذا كليا ويشترطون رد هذه الروايات لأن الشيعة نحلوها عليا عبر التاريخ. إذن المشترطون هم الرافضون لهذا التأثير؟ صحيح. أو لهذا الأثر؟ صحيح، هم الرافضون يعني. نعم. بني، شكرا جزيلا لك جناب الدكتور على التوضيح. ونبدأ، لا شكرا لك جناب الدكتور، شكرا جزيلا. ونبدأ مع الباحث الثالث الأستاذ الدكتور جميل حليل نعمة المعلى الطائي، وفي بحثه العدل الاجتماعي في دولة الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. وجناب الأستاذ الدكتور، تفضل دكتور جميل. هو دكتوراه فلسفة، تخصص فلسفة وفكر سياسي، أستاذ الفلسفة السياسية والفكر السياسي في جامعة الكوفة كلية الآداب قسم الفلسفة. له أكثر من 50 نشاط علمي بين بحث منفرد ومؤتمر وبحث مشترك كذلك. ومن جملة أبحاثه مثلا نظرية الاقتصاد المنزلي وسياسته عند أرسطو، وإشكالات الدراسات الفلسفية الأرسطية في العراق المعاصر، ودراسة مفهوم الدولة في الخطاب السياسي. هذه بعض العناوين الحقيقة. أيضا فلسفة التربية عند أفلاطون، وله كتب ومؤلفات. أستاذ الدكتور عنده كتب ومؤلفات في الفلسفة اليونانية، مثلا بيبلوغرافيا الفلسفية اليونانية في العربية، والفلسفة اليونانية في عصورها المتأخرة، الفكر الفلسفي الأغريقي، أخلاقنا الإنسانية بين غائية السعادة وألام الواقع، وهكذا. أيضا سيرة حافلة بالعطاء العلمي، دوام التوفيق. أستاذنا الدكتور تفضل بإلقاء ملخص البحث. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قدم شكري إلى العتبة العباسية متمثلة بالسيد أحمد الصافي، وكذلك الشكر موصول إلى جامعة الكفيل لتشرفنا بالحضور بينكم. حقيقة في البدء نقدم التهاني بهذه المناسبة العطرة إلى كل المسلمين والمسلمات والحضور. شكرا لك. بحثنا العدل الاجتماعي في دولة الإمام علي ابن أبي طالب عليه السلام. نحاول نلخص بعض الفقرات بشكل سريع. لقد كان العدل الاجتماعي وما زال هو أمنية الشعوب ومطلبها الذي ترى فيه ملاذها وضمانها وأمنها من الحاجة والعوز والظلم والحيف. إن الحرية بقدر ما هي ضرورية ولازمة، إلا إنها قد تسمح للأقوياء باستبعاد الضعفاء، والأغنياء باستغلال الفقراء. والعدل هو وحده الذي يمكنه أن يقف مانع دون استغلال الناس. هدف البحث تكمن أهمية البحث كون مفهوم العدل الاجتماعي من المفاهيم العالمية والإنسانية، ولم يكن مفهوما دينيا بقدر ما هو مفهوم عقلي وحركة بشرية منذ تاريخها الأول إلى يومنا هذا، تبحث عن تجسيد هذه القيمة وتتبناها رغم اختلاف الديانات حول هذا المفهوم. فالعدل من المفاهيم الفلسفية والعالمية المشتركة بين الناس. فرضية البحث، ينطلق البحث من فرضية مفادها أن الإسلام المحمدي الأصيل الذي يقوم على الأصول الإسلامية وأولها الحرية والعدل من خلال منهج تطبيقي عملي يحقق إلى المسلمين
دولة إسلامية مدنية يكون العدل وعدم الظلم أساسها وديدنها. على ذلك الكثير من الآيات ودليلنا على ذلك الكثير من الآيات القرآنية الكريمة. وقد جسد الإمام علي عليه السلام هذه الدولة الإسلامية العادلة أثناء توليه أمور المسلمين، إذ جسد مضامين ومفاهيم الآيات القرآنية بشكل عملي من خلال تطبيق منهج الحكم العادل يخلو من الظلم ويستقيم فيه الحق والعدل بشهادة الأحداث قبل الأصدقاء. إشكالية البحث: حاولنا في هذا البحث الإجابة عن تساؤل هام، هو كيف حدث إن حققت دول الغرب العدالة الاجتماعية دون أن يكون العدل من قيمها الحضارية الحاكمة، وأهملت المجتمعات الإسلامية العدل وهو روح الإسلام. وحاولنا الإجابة على هذه الإشكالية بأن المجتمع الإسلامي للأسف الشديد لم يحكمه الإسلام المحمدي الأصيل الذي طبق أيام نزول الرسالة المحمدية وخلافة الإمام علي عليه السلام، بل حكمها من يرضى بالسلطة والتسلط على رقاب الناس والظلم والقهر وغياب العدل والتسامح. لذلك أصبح الإنسان في هذه المجتمعات التي ظهر إسلامها في المظهر دون الجوهر خالية من القيم الإسلامية الأصيلة، كون تلك القيم لا يكفي إن ننظر إليها من خلال الجانب الظاهري، بل من جانب التطبيق العملي لمبادئ تلك القيم وسلوكياتها. لذلك نرى عند الغرب رغم ابتعادهم عن التنظير لتلك القيم التي تنسب إلى الإسلام، وإن لم نعد إلا المنبع الإسلامي الأصيل الذي جسده الإمام علي بن أبي طالب وآل بيته عليهم السلام، لم نصل إلى دولة العدل والحق وأولها الحرية في الفكر والعدل الاجتماعي التي تمثل الأساس الصحيح لبناء الدولة المدنية، يكون العدل والحق أهم مبادئها. منهجية البحث: قد اعتمدت هذه الدراسة على منهج وصفي تاريخي ومنهج تحليلي، كون الباحث سوف يحاول تقديم رؤية وصفية تاريخية تحليلية فلسفية لدور العدل الاجتماعي في فكر الإمام علي عليه السلام في بناء دولة إسلامية مدنية، مما يجعل هذا المنهج مناسبا لهذه الدراسة. حدود البحث: البحث جاء في ثلاث مباحث، أولها مفهوم العدل لغة واصطلاحا، والثاني تحدثنا فيه عن العدل الاجتماعي للإمام علي عليه السلام، وفي المبحث الثالث درسنا العدل الاجتماعي للإمام علي عليه السلام بين الناس. نحاول أن نقدم بعض نتائج البحث. من نتائج البحث: يعد العدل هو أكبر مصدر للتشريع، كونه هو المعيار المهيئ للفصل بين الناس من خلال القرآن الكريم الذي يعده كمقياس وميزان. كذلك من النتائج الأخرى تحديد مفردات ومفهوم العدل من الآيات القرآنية الكريمة والأحاديث الشريفة الثابتة التي يمكن من خلالها نستخلص النقاط التالية اللي نذكر بعضها: ألف، لا تزر وازرة وزر أخرى، فلا يحاسب أو يكافئ شخص على ذنب أو فضيلة أخرى، وعلى هذه القاعدة تشخص العقوبة والمكافأة. كذلك ليس للإنسان إلا ما سعى، إذن العمل هو الأساس في الرزق والكسب. نقطة أخرى: يطبق العدل على الجميع بالنسبة إلى الأحكام السماوية بغض النظر عن مكانة ومنصب ونسب الإنسان في هذه الحياة الدنيا. يضم إطار العدل الاجتماعي كافة ما يصدر عن الفرد من أعمال، ويعرض الإسلام الوسائل التي تحقق العدل الاجتماعي في كل مجال. ففي مجال الاقتصاد يحرم الإسلام استغلال الآخر، ويحث على التكافؤ والتعاون بين أفراد المجتمع. وفي مجال السياسة يؤكد الإسلام على
الشورى والتبادل الرؤى بين المسلمين على إدارة شؤون الناس والمساواة بين الناس في الحقوق والواجبات وفي مجال القضاء درء حدود بالشبهات وتعاقبها بين الناس والنهي عن التجسس والاستعباد الإنسان لأخيه الإنسان في أي صورة من الصور وتطبيق القصاص من خلال العدل الاجتماعي والردع أي جريمة أو سرقة تحصل في المجتمع. شكري وتقديري إلى السيد رئيس الجلسة لإتاحة الفرصة. شكرا لك الأستاذ الدكتور جميل المعلم. إن كانت هناك مداخلة أو تساؤل مع جانب الأستاذ الدكتور. نعم تفضل الأستاذ الدكتور صباح الزبيدي. شكرا جزيلا السيد الباحث. لو كان العنوان البحث العدالة الاجتماعية يكون أفضل لأن يضم العدالة الاجتماعية كل القيم التسامح والتعاون والتعادل وهذا يعني يجعل لقيمة للبحث العلمي. شكرا جزيلا. نعم بلي تفضل الشيخ علي المالكي. أحسنت دكتور بكلامك بموضوع العدالة الاجتماعية أو القيم اللي تكلمت عنها من الجانب الظاهري والتطبيق العملي ماذا تقصدون؟ لا العفو من الجانب الظاهري إحنا كمجتمعات إسلامية أخذنا الإسلام بالجانب الظاهري لكن بعملية الجانب الجوهري والتطبيق نلاحظ عند الغرب الكثير من هذه القيم الموجودة اللي هي ما تظهر عندنا بشكل صحيح واللي المفروض تكون موجودة في مجتمعنا الإسلامي كون الإسلام هو اللي يمثل القيمة الأخلاقية والاجتماعية والعدل. عبارة التطبيق العملي تناسب ما نعم التطبيق العملي تناسب ما تتفضل التطبيق العملي المفروض احنا نقوم به لكن التطبيق العملي ما وجدنا بالنسبة إلى الأمة الإسلامية إلا في عهد الرسول وعهد الإمام علي عليه السلام. جزاكم الله خيرا. تفضل سماحة السيد. سيدنا الاسم الكريم سيد مرتضى حيدر شرف الدين من لبنان. مرحبا بك يا سماحة السيد تفضل. أولا أشكر جناب الدكتور الباحث على بحثه القيم وموضوعه الهام. عندي فقط تساؤل فيما يتعلق بمشكلة البحث. مشكلة البحث كانت منطلقة من مسلمة أن الدول الغربية قد تبنت منهج العدالة الاجتماعية بقيمها التي نتكلم عنها تكلمون عنها في البحث في مقابل أن الدول الإسلامية لم تطبق ذلك. هل هذه المسلمة واقعا مسلمة أم أنها تحتاج خاصة أن كلامنا ليس عن مفهوم العدالة الاجتماعية المجرد بل كما تفضلتم بناء على البنود التي ذكرتموها في البحث هل هذه فعلا مطبقة في العالم الغربي؟ مسلم أن في العالم الإسلامي هناك مشكلة كبيرة لكن هل مسلم أنها مطبقة في العالم الغربي؟ وشكرا. شكرا لك. هنا في قلب كربلاء العتبة العباسية المقدسة يجتمع أهل العلم والثقافة لتسليط الضوء على الأمر الإلهي في الكتاب المنزل. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. وبتوجيه من سماحة المتولي الشرعي السيد أحمد الصافي دام عزه عقدت جلسات مكثفة على مدار عام كامل وبتخطيط متقن ورؤى علمية رصينة تهدف إلى تكريس علوم أهل البيت عليهم السلام وحل الشبهات الفكرية والتصدي للأفكار المنحرفة فكان شعارها النبوة والإمامة صنوان لا يفترقان وخطت عنوانها الإمامة نظام الأمة
لتعلن عن انطلاق فعاليات أسبوع الإمامة الدولي الأول لسنة 1444 هجرية الموافقة لعام 2023 للميلاد. أهلاً وسهلاً بكم في العتبة العباسية المقدسة وبدء فعاليات أسبوع الإمامة الدولي الأول. جناب الأستاذ الدكتور تفضلوا الآن لكم أيضاً من الدقائق 10. شكراً جزيلاً سيد رئيس الجلسة والأخوة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله على ثبات الولاية. الحمد لله. العنوان الهوية الإسلامية في تراث الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. عليه السلام. وأثرها في بناء الإنسان والمجتمع الإسلامي. ووضع استراتيجية للهوية الإسلامية مقترحة وتوظيفها في المناهج الدراسية مستقبلا. البحث يتناول الفصل الأول وهو مدخل عام بمثل مشكلة البحث، أهمية البحث، أهداف البحث، حدود البحث والمصطلحات ومنهجية البحث. الفصل الثاني تناول شخصية الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام في بناء الإنسان، وضم محورين. المحور الأول هو شخصية الإمام علي بن أبي طالب ووضع استراتيجية مقترحة للهوية الإسلامية، والمحور الثالث الهوية الإسلامية في فكر وتراث أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. والفصل الرابع ضم الاستنتاجات والتوصيات. نلاحظ أن الإسلام هو دستور إلهي أكد على بناء الإنسان وفق منهج رباني وهو القرآن الكريم ولكل الأديان السماوية، بدءا من الأنبياء آدم وشيت ودريس ونوح وهود وصالح وإبراهيم ولوط وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ويوسف وشعيب وأيوب ذي الكفل وموسى وهارون وداود وسليمان والياس واليسع ويونس وزكريا ويحيى وعيسى ومحمد. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم. القرآن الكريم، الإسلام استمد منهجه الرباني من القرآن الكريم وسيرة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وكذلك من أهلي وأصحابي. بناء الإنسان ليس بناء سهل، وإنما يعتمد على مقومات بناء الإنسان. من أهم مقومات بناء الإنسان هي التربية والتنشئة والتعليم، وبذلك نقول أن التنشئة تبدأ من عمر 3 سنوات إلى 6 سنوات، وكذلك المدرسة والمجتمع له أساس في بناء الإنسان. لو نظرنا إلى الإنسان المسلم ونظرنا أيضا إلى الإسلام، الإسلام الآن يحارب بهويته. لماذا؟ لأن الإسلام له قواعد أساسية في بناء شخصية الإنسان، بدءا من شخصيته، طعامه، مأكله، ملبسه. عندما نتحدث عن اللغة، لغته العربية، أكد القرآن الكريم. طبعا كل هذه المفردات وردت في القرآن الكريم وأيضا استمدت من سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام وكذلك من تراث أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. فبناء الإنسان ليس بناء سهل، وإنما يعتمد على مقومات، وهم المقومات هي التربية والتعليم. ولذلك وجب على أن تنعكس الأهداف التربوية في المنهج الدراسي، لأن المعروف عن التربية وأنا عملت في التربية هو تنشئ جيل واعي مؤمن بالله، محب لوطنه، مؤمن. ولذلك نقول أن الوطن العربي أو العالم الإسلامي يواجه ما يسمى بالعولمة الثقافية. العولمة الثقافية تمسخ شخصية الإنسان بدءا من ثقافته، عاداته، تقاليده، قيمه. لو نلاحظ أن العولمة
بالوقت الحاضر اعتمدت على ثلاثة مبادئ. المبدا الاول هو الاعلام، والمبدا الثاني الاجهزه الاعلاميه، والمبدا الثالث هي الرساله الاعلاميه. فالرساله الاعلاميه تبثها من هم تبثها؟ تبثها الموساد الصهيوني، وبالتالي تمسك شخصيه الانسان المسلم. هدف الموساد الصهيوني هو ضرب الاسلام من الداخل. كيف يضرب الاسلام من الداخل؟ نحرق القرآن. كيف نحرق القرآن والقرآن في قلوبنا؟ حسب اتفاقية سايكس بيكو، أنه سايكو فرنسي وذاك بريطاني، كيفية القضاء على الإسلام؟ إذن يمكن القضاء على الإسلام عن طريق من؟ عن طريق تحريف وتزوير وتشويه شخصية المسلم، وبالتالي يصبح هذا الإنسان متبع علما إلى السياسة الغربية، وبذلك نمسخ شخصية الإنسان وبذلك تحقق أيضا الأهداف. تناولت بعض المفردات الهوية الإسلامية. ما هي الهوية الإسلامية؟ الهوية هي معروفة، هو فحص لشخصية الإنسان من اسمه، من عنوانه، من هويته. لكن المسلم ما هي هويته؟ اللغة العربية، مأكله، ملبسه، طعامه، علاقاته. فالهوية الإسلامية هي مجموعة السمات والخصائص الثقافية التي تميز أبناء الأمة من حيث المعتقد. أوقف هنا. ما هو المعتقد الإسلامي؟ يعتمد المعتقد الإسلامي على العقيدة الإسلامية وعلى الشريعة الإسلامية وعلى الوحدة الإسلامية، والتي تمثل شخصية الإنسان المسلم. هذه الشخصية تتمثل بها العناصر الأساسية، وهو اللغة والملبس والمسكن والمشرب والغذاء والحاجات والقيم والتقاليد المستمدة من القرآن الكريم. وأنا أيضا أكدت على الهوية الإسلامية مستمدة من القرآن الكريم ومن تراث أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. أيضا التراث، ما هو التراث؟ تراث أمير المؤمنين أيضا مستمد من من؟ من القرآن الكريم ومن سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام. وبالتالي نبني شخصية المسلم من خلال هذه المصادر الإسلامية. فإذن الهوية الإسلامية عرفناها، وبالتالي نحدد هذه الهوية. يجب أن تكون المسلم ينتمي إلى هويته الإسلامية، لأن الهوية الإسلامية هي أساس القرآن الكريم وسيرة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. وبذلك وجب على الآباء والإعلام أن يؤكد على شخصية المسلم. شخصية المسلم اللغة العربية، وردت بالقرآن الكريم، إنا أنزلناه قرآنا عربيا. وكذلك في ملبسه ومسكنه ومشربه. من أقول بالمشرب، يقول بسم الله الرحمن الرحيم. فإحنا نؤكد على دور الإعلام والتربية، وكيف ننشئ إنسان مسلم يحتز بهويته، ينتمي إلى هويته، ولائه إلى هويته الإسلامية. الآن الهوية الإسلامية تعرض إلى تشويه وتحريف وتزفيد في ضرب الإسلام من الداخل. عن طريق من؟ عن طريق تشكيك بالقرآن الكريم والسيرة النبوية، وبالتالي يصير صراع بين من؟ بين المسلمين. وهذا هو هدف المستعمر. دقيقة واحدة. توصلت بالنتيجة أن بناء المجتمع المسلم من فعله وسلوكه، وأيضا حددت شخصية الإمام علي سلام الله عليه، سيرته العطرة من إيمانه، زهده، شجاعته، عدله، مواساة للفقراء، علمه، ووضع الاستراتيجية. وهذه هي الاستراتيجية التي توصلت إليها في بناء الهوية الإسلامية، التي تعتمد على من؟ على الإيمان بالعقيدة الإسلامية والشريعة الإسلامية والوحدة الإسلامية. وتنعكس هذه الهوية على عناصر الهوية، هي اللغة والمأكل والملبس والمشرب والمسكن والمسجد والقيم الأخلاقية والتعاون والقيم الأخلاقية الضارة بالمسلم وبالمجتمع الإسلامي. وبالتالي على المسلم الواجب الشرعي
هو الانتماء للهوية الإسلامية والدفاع عن مقدسات المسلمين أرضا وشعبا وحضارة. انتهى الوقت دكتور إذا سمحت. شكرا لك. تسمح لي. وأيضا أخذت أقوال لسيد مولاي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، يقول يا كميل، الملوك حكام على الناس والعلم حاكم عليهم، وحسبك من العلم أن تخشى الله، وحسبك من جهل أن تعجب بعلمك. يقول لي يا كميل، وادد المتقين وجانب المنافقين، واهجر الفاسقين ولا تصاحب الخائنين. وأيضا إلى عدة مقالات. شكرا لك يا جناب الأستاذ الدكتور. شكرا لك يا دكتور، ممنونين جدا، وأسمح لنا بمداخلات معك كما داخلت مع الآخرين، فعرفانا لمداخلاتك ينبغي أن نتداخل ونشكل مع جناب الأستاذ الدكتور لنفيد من علمه ونشاطه البحثي الثر في مجالات التربوية. شكرا لك يا جناب الدكتور. هل هناك من مداخلة أو تساؤل مع الأستاذ الدكتور صباح الزبيدي؟ بلي، تفضل جناب الشيخ، الشيخ علي المالكي. العفو، نبدأ بعد إذن الشيخ علي. بلي، السادة مقدمون، تفضل جناب السيد الدكتور حيدر الأعرجي، بعد أنا قدمتك، تفضل مباشرة. حياكم الله شيخنا. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. وأسعد الله أيامكم. قدم السيد الباحث متفضلا منطلقا من نظرية المؤامرة بأن الموساد الصهيوني يعمل ما يعمله من أجل مسخ شخصية التنشئة. أنا أدعوه إلى أن نقفز من نظرية المؤامرة إلى عملية وضع العلاجات والترياق الذي نحمي به تنشئتنا. الشيء الثاني، لخص الشخصية الإسلامية مستندا على العقيدة فقط، وأنا أدعوه أن لا ينسى المنظومة الأخلاقية التي تتوجها العقيدة الحسنة الجيدة الصالحة. شكرا جزيلا. شكرا لك جناب الدكتور حيدر الأعرجي. نعم، إن كان هناك بعد مداخلة تفضلوا سماحة الشيخ. بعد أثناء، السلام عليكم. عليكم السلام. عفوا، ما أتحدث عن كتاب واحد عمود أكو، أنا وجه كلامي لك شأنه. لي؟ أعتقد بالبحثين صار تدافع أعتقد يعني. عفوا، ما واضح. أقول عفوا، أنا مدى أتحدث عن كتاب عمود يعني كان يكون مأخذ عليكم، بس أنا وجه كلام لكم، أعتقد صار تدافع بين البحثين، لأن الأستاذ يقول الحفاظ على الهوية الإسلامية، البحث السابق يقول النظر إلى عدالة اجتماعية في الغرب، البحث السابق العدل الاجتماعي، عدل اجتماعي في الغرب، ما أعتقد أكو عدل اجتماعي في الغرب يعني، يعني من جهة الحفاظ على الهوية الإسلامية، لا كلامي أوجه لكم مش إلي؟ بلي ألا ترون ذلك موجود لو موجود هذا الأمر؟ صار تدافع من أمرين، يعني من جهة الحفاظ على الهوية الإسلامية ومن جهة النظر إلى العدالة الاجتماعية بالغرب. العدالة أحسنتم. واضح التساؤل. بلي. يقصد جناب الشيخ، شكرا لك يا شيخي. بلي. يقصد في سؤاله أن البحث السابق ذكر في البحث السابق تساؤل كيف يمكن للمجتمعات الغربية وهي لم تكن من قيمها الأخلاقية الدينية يعني العدل، ومع ذلك تطبيقا نجد ربما نوعا ما من العدالة في توزيع الثروات مثلا، بينما نحن في قيمنا الإسلامية الأصيلة العدل قيمة أصيلة عندنا، لكن في الواقع التطبيقي في مجتمعاتنا الإسلامية نجد لم يكن كذلك الأمر يعني. وأصبح الباحث، فهذا السؤال جناب الشيخ واضح الآن، اتضح السؤال، لكن للباحثين يعني كلاهما يعني في تصورنا كما تفضلت يفهم من البحثين أو مخلصة البحثين أن هذا يتعارض مع هذا، فنترك الإجابة للدكتور. هل هناك تعارض؟ الحقيقة دارد يعني نتكلم عن السؤال اللي طرحه الأخ. ما هو الضمان؟ الضمان هي الأسرة. طبعا للأسرة نكاتب هي في دور الأب والأم في بناء المجتمع من خلال الحفاظ على الهوية والتنشئة والتعليم والتربية، وبذلك نطبع الطالب أو الطفل على تنشئة جيل واعي يؤمن بالله ويحب وطنه ويحب مقدساته. إضافة إلى ذلك دور الإعلام ودور المؤسسات الأخرى في بناء المجتمع. طيب، شكرا لك يا دكتور. وأنا أيضا إذا سمحت لي أن يعني في تقريب وجهة نظر الباحثين إذا يسمحوا لي الأستاذ الدكتور صباح والأستاذ الدكتور
جميل. اسمح لي، هو لو كانت العدالة الاجتماعية أفضل، يعني العدالة الاجتماعية تمثل قيم التسامح والتعاون والحرية والمساواة. فما الفرق بين العدل الاجتماعي والعدالة الاجتماعية؟ العدل الاجتماعي. ما الفرق بين العدل الاجتماعي والعدالة الاجتماعية؟ العدالة التشاؤل يعني. إيه نعم، العدالة الاجتماعية مجموعة قيم. مجموعة القيم طبعا الغرب، احنا لما نجي قبل الإسلام كان الدين اليهودي والدين إضافة لا ذلك، بعد الإسلام ظهر الإسلام، هم جنادوا بالحرية. طيب. وأذم نادوا دكتور. العدالة الاجتماعية نعم. هي مجموعة القيم التي يؤمن بها المجتمع من خلال التنشئة الاجتماعية ومن خلال الاحتكاك بالمجتمع، عاداته وتقاليده، ولكن نقول المجتمع يختلف. طيب. على المجتمع الآخر في طبيعة تطبيق. شكرا لك يا أستاذ. إذا سمحت لي أنا أحل التعارض، ربما لأنه جناب الشيخ وجه التشاؤم كيف أحل التعارض، يمكن لي أن أحل التعارض أنه الباحث اللي قبل الأستاذ دكتور صباح، الأستاذ دكتور جميل لم يقل أنه العدل ليس من هويتنا، قال من هويتنا العدل، يحتاج من وجهة نظر الباحث يحتاج أن نتربى ننشئ جيلا على التطبيق ما هو قيمة ومبدأ في الهوية. وجناب الدكتور واختصاصه أيضا اختصاص مجال التربوي ومدير مركز الأبحاث النفسية والتربوية في جامعة بغداد يقول هويتنا الإسلامية، فلا أتصور هناك تعارض يعني. طيب، لكن أنا عندي إشكال مع الدكتور، من حقي أن أشكل على الدكتور، عنوانه طويل جدا جناب الدكتور، عنوانك طويل جدا، الهوية الإسلامية في تراث الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وأثرها في بناء الإنسان والمجتمع الإسلامي، وضع استراتيجية مقترحة، أراه عنوانا طويلا. شكرا لك. الباحث الآن حقيقة بحث مشترك بين باحث من العراق هو سمي الأستاذ المساعد الدكتور حسام حمزة كاظم الجبوري، أعتقد ما موجود دكتور حسام، نعم، والباحث الثاني في هذا البحث هو جناب الشيخ محمد الرابع بلو من دولة نيجيريا. بحثهما بعنوان أهمية إدارة الدولة في الإسلام خلافة الإمام علي انموذجا، وسيلقي ملخص البحث هو نيابة، فضل جناب الشيخ، نيابة عن الشيخ محمد الرابع بلو. الشيخ بلو موجود بيننا لكنه رجح وفضل أن يلقى البحث على لسان الشيخ زميله لأنه يرى بالعربية أكثر تمكنا، الشيخ محمد قريما أيضا من نيجيريا. وهذه سيرة الشيخ محمد قريما، هو حاصل على البكالوريوس من جامعة المصطفى بالنيجر في قسم اللغة العربية والمعارف الإسلامية عام 22، والآن يعمل على الماجستير، الماجستير غير يعني في طور إكماله إن شاء الله، وانتقل إلى العراق على حد تعبيره، وهو كذلك إن شاء الله في النجف، لم يقل النجف، قال العراق، معقل العلمي والحضارة لاستئناف المسيرة العلمية. هو باحث في القضايا الأفريقية ومهتم بنشر آثار أهل البيت. نشاطاته منها الأمين العام للاتحاد النيجيري في جامعة المصطفى، وعضو في مجلس التنفيذ للاتحاد العام لطلاب نيجيريا بالنيجر. فالشيخ محمد قريما سيلقي البحث، آملين إن شاء الله بالدعاء، ندعو للشيخ بلو أن يكون إن شاء الله في النسخة القادمة هو المتكلم بالعربية بطلاقة، ويلقي إن شاء الله يثري الجلسة ببحوث قادمة إن شاء الله. تفضل الشيخ محمد، لك أيضا من الدقائق 10. السادة الحضور الكرام، مع حفظ الألقاب والمقامات جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. جماسو كاموا كونغا مالما ميا مالما نيرو لاليودي، يسعدني ويشرفني أن أكون أمامكم في هذه المشاركة العلمية. وفي هذه المشاركة العلمية أتقدم بالشكر الجزيل للعتبة العباسية المقدسة، وأيضا إلى مركز الدراسات الإفريقية الذي أتاح لي هذه الفرصة الثمينة.
غوادين يا جماسو كاما كونغا أتبا أباسيارو أسكرينين كرو مركز الدراسات الإفريقيارو أسكرينين وأتقدم بالشكر والتقدير بالامتنان للقائمين على هذا المؤتمر وإن كان شكري قاصرا أدعو الله أن يجزيهم خير الجزاء بمناسبة عيد الغدير عيد الله الأكبر عيد الغدير الأغر أتقدم بأحلى التهاني وأجمل الأماني وأسأل لكم عاما مليئا بالنجاح والتوفيق العنوان بالإنجليزية The Importance of State Administration in Islam The Caliphate of Imam Ali عليه السلام as a good example أما بعد من المعروف أن قيادة المجتمع والأمة تقع على عاتق الطبقة التي تتمتع برشد سياسي ووعي فكري هادف ينطوي على رؤية دقيقة وشاملة لجميع جوانب الحياة بحيث يمكن من خلال هذه الطبقة الواعية الراشدة بناء مجتمع متكامل تتضح فيه معالم التطور والتقدم شكلا وكيفية وطريقة وتنفيذا للوصول إلى الرقي والانفتاح وينبغي أن تتحلى هذه الطبقة القيادية بسمات عالية جدا من التفكير العميق والحل الدقيق لكل المعضلات والمعوقات الكبيرة التي تقف عائقا في بناء دولة ولكن قد تعتري إدارة طريق إدارة الدولة في مجتمعاتنا بعض المشكلات واللحنات لأسباب خارجية أو داخلية لا تتمكن النخب القيادية معها من الخروج من مأزقها أو ربما تكون النخب السياسية هي السبب في هذا الخروج في هذا التلقي لتفشي ظاهرة الفساد الإداري والمالي فتنحرف أجلة مسيرة الدولة عن مسارها الصحيح وهذا ما يعود بالضرر على المجتمع عامة لمال الدولة من تأثير مباشر على حياة الناس فينبغي في ظل هذه الانعطافات الخطيرة أثر الأمة والجماهير والشخصيات المهمة والفاعل في إصلاح الأوضاع وإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح ضمن مبدأ العدل والمساواة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغيرها من الثوابت الإسلامية والتي تجسدت بأدق معانيها وتفاصيلها بشخصية إمام علي عليه السلام في إدارته للحكم وقيادة الرعية تتمحور مباحث ومطالب ومسائل هذا البحث حول كيفية إدارة الدولة وأهميتها في المجتمع الإسلامي بوصفها ضرورة اجتماعية بشكل عام وعن إدارة الدولة عند الإمامية بشكل خاص وتحديدا خلافة وقيادة الإمام علي عليه السلام للدولة الإسلامية في تلك المرحلة فضلا عن إظهار التعامل مع غير المسلمين في ظل التنوع الديني في تلك الحقبة من خلافته عليه السلام فاستهل البحث فيها ببيان مفردات العنوان يا هو الإدارة الدولة في اللغة والإصطلاح مع بيان بعض الألفاظ ذات الصلة والتي لها علاقة مباشرة في البحث وتوضيحها بشكل مفصل التدبير السياسة السلطة الحكومة ولكي يتضح الإطار النظري والمعرفي لمسائل الدراسة وأبحاثها تناول الباحث في هذا البحث بعض الموضوعات التي لها أثر التي لها أثرها في إضاءة جوانب الموضوع وهي مسألة الدولة والحكومة بوصفها ضرورة اجتماعية وإنسانية وحاجة فطرية قد أقرتها الشريعة الإسلامية أربع دقائق بعد إذن الشيخ
وكما من الواضح لدى أغلب المهتمين بالسيرة السياسية لإمام علي ابن أبي طالب عليه السلام، وجدوه ركز جهوده في إعادة تأهيل وتنقية المجتمع الإسلامي من الرواسب الفكرية والمكتسبات الخاطئة، وذلك عن طريق غرس القيم الإنسانية وزرع روح المودة والانسجام بين الناس. وحاول جاهدا أن يظهر مبدأ التسامح والرحمة حتى مع الذين رفضوه وامتنعوا عن بيعته. ولكي تكتمل صورة هذه الدراسة بوصفها دراسة في الفقه السياسي، كان لابد من البحث الحديث عن مشروعية إدارة الدولة وعن شخصية الإمام علي عليه السلام في قيادة الأمة. كان لابد من عرض جملة من الأدلة والمبادئ والأسس القرآنية التي يعتمد عليها في الاستدلال. وكما كان للسنة الشريفة نصيبها الوافر في البحث في شخصية الإمام علي عليه السلام ودوره بصفته قائدا يعمل ضمن مبدأ روح الإسلام ومقاصد الشريعة. تلخص هذا البحث في نهاية مطاف الأبحاث والاستدلالات والنقد والإبرام إلى عدة نتائج مهمة. أولا، أنها محاولة لبيان مسألة من مسائل الفقه السياسي التي تفتقر إلى مزيد من الدراسات والأبحاث، لا سيما فيما يخص التغيرات السياسية المستمرة في المجتمعات الإسلامية. ثانيا، يمتاز الفقه الإسلامي بالمرونة والقدرة على استيعاب المستجدات والمستحدثات على الساحة الاجتماعية والسياسية وغيرها، وإيضاء الحلول للمشاكل التي يبحث عنها المجتمع الإسلامي. ثالثا، يؤمن الفقه الإسلامي بضرورة إقامة الدولة بوصفها حاجة ضرورية إنسانية ومجتمعية وحاجة ملحة لتلبية المتطلبات الضرورية للناس في الأمن وإشاعة العدل والنظام والعيش الكريم. رابعا، تأثرت النظرية الإسلامية بصورة واسعة بالاختلافات الفقهية والفلسفية والعقدية بل وحتى السياسية بين المسلمين، ما أثر كثيرا على الواقع السياسي والاجتماعي للأمة الإسلامية. بعد دقيقة شيخ، زدني دقائق، بقي 5 نتائج. على مختلف النظريات الإسلامية في فلسفة الدولة، يبقى للأمة والجماهير أثرها الفعال، سواء أكانت تعتمد الجماهير أساسا لقيام الحكم على نظرية كنظرية الشورى أو على غيرها كنظرية النص. سادسا، كانت للأمة آلياتها وأساليبها في الضغط على ولاة الأمر، وهي مراقبة الأمة للحكومة ونصح الأمة للحاكم وعزله واستبداله إذا لزم الأمر. سابعا، دور الإمام في تحقيق المبادئ الإسلامية في تحقيق الأمن والعدل والمساواة، فضلا عن إعطاء مساحة من الحريات والممارسات في ظل التنوع الديني. شكرا لك. وأنا إذا سمح لي الشيخ الدكتور، صحيح ربما العنوان في أهمية إدارة الدولة والنتائج في الفقه السياسي والفكر السياسي، لكن ما يخالف، ممكن أن يكون أمور إدارة الدولة لها علاقة بشكل آخر بالسياسة، فكانت من التوصيات البحث حقيقة التي ذكرها الباحث المهمة جدا افتقار المكتبة لكثير بتأسيس كثير للفقه السياسي، وسيرة أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم عليه خير ما يستعان بها للتأسيس في الفقه السياسي واقعا، لأنه الإمام المعصوم الذي تولى القيادة والإدارة للدولة، فبالتأكيد سيرته هي التي تنفع في إغناء المكتبة بأبحاث الفقه السياسي، أليس شيخ محمد؟ شيخ محمد أكيد. بلي. فعلى وهناك يمكن أن تكون صلة، فشكرا لك ولهما. شكرا لك شيخ محمد، شكرا لشيخ محمد بلو أيضا، والباحث الآن الأستاذ الدكتور السيد عصام كاظم الغالبي،
وفي عنوان بحثه وآية قرآنية عنوان بحثه: ومن عنده علم الكتاب. ومن عنده علم الكتاب، العفو، ومن عنده علم الكتاب، ومن يعني الأولى صحيحة، ومن عنده علم الكتاب. الأستاذ الدكتور عصام كاظم الغالبي هو تدريسي. بلي العفو، إذا سمحتم قاعة رقم 2 الجلسة الثانية محتاجين الباحث الأستاذ محسن وهيب عبد. أستاذ محسن وهيب عبد من كربلاء، ألم يكن موجودا؟ بلي أي ما موجود الظهر. أي هو يعني وعدنا يجي مع القادمين من كرب. جاي ويانا بالسيارة. نعم. بلي ما يخالف مرة أخرى ننادي، ربما يكون بمكان قريب. بلي العفو جناب الأستاذ الدكتور من مواليد 78 في بغداد، وتدريس الآن في جامعة الكوفة كلية التربية الأساسية كلية التربية الأساسية في جامعة الكوفة. اهتماماته البحثية في الدراسات القرآن، طبعا اختصاصه اللغة العربية، وكان أيضا تولى له كثير من المناصب الإدارية في رئاسات أقسام، رئيس قسم لغة عربية، عضو لجنة خبراء اللغة العربية في جامعة الكوفة، أيضا طبعا تخصصه الدقيق نحو الصرف. اهتماماته البحثية دراسات قرآنية، دراسات نحوية وصرفية، دراسات في الرسم القرآني والقراءات القرآنية، إسهامات علمية أيضا كثيرة، وكتب مؤلفة من بينها البناء اللغوي للشعر العربي، الأصمعيات انموذجا، ومن بينها أيضا ظواهر الكتابة العربية في الرسم القرآني وأثرها في شواذ القراءات، من بينها مرويات أهل البيت في تفاسير السنة، جمع وتصنيف. أعتقد هذا المكتبة العربية تحتاج إلى هكذا كتب. بورك جهودكم سيدنا الأستاذ الدكتور. مرويات أهل البيت في تفاسير السنة حقا في تصور القاصر مهم جدا، ونسأل الله لك التوفيق في مزيد تألق وعطاء علمي. تفضل الآن جناب الأستاذ الدكتور عصام الغالبي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. أبدأ بقول أمير المؤمنين سلام الله عليه: لو أعطيت الأقاليم السبعة على أن أعصي الله في نملة أسلبها جلبة شعير ما فعلت. أحسن. من كان بهذا الورع أهل لأن يكون إماما، وحري بالمؤمنين جميعا أن يوالوه. السادة الأفاضل، المشايخ الكرام، الباحثون الأفاضل، الحضور جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. ومن عنده علم الكتاب، جزء مقتطع من الآية الشريفة 43 من سورة الرعد، ويقول الذين، من قوله تعالى: ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. حقيقة ارتأيت أن أدرس هذا المقطع من الآية الشريفة، لأن ثمة خلافا بين المفسرين في من تنطبق عليه هذه الصفة. وحين البحث في كتب التفسير وجدت آراء مختلفة للمفسرين في هذه المسألة، فقد وقعوا في اختلاف ليس في من عنده علم الكتاب فقط، وإنما اختلفوا في الذين كفروا، واختلفوا في معنى الكتاب الوارد في الآية الشريفة، واختلفوا كذلك في من عنده علم الكتاب. وسأمر على هذه المسائل تباعا. أول مسألة، أنهم اختلفوا في الذين كفروا على ثلاثة آراء. الرأي الأول أنهم مشركوا مكة،
والرأي الثاني أنهم اليهود والنصارى، والرأي الثالث أنهم رؤساء اليهود أمثال كعب بن الأشرف وحيي بن أخطب وسائر اليهود. كذلك اختلفوا في الكتاب، ومن عنده علم الكتاب أي كتاب يقصد الله سبحانه وتعالى في قرآنه. كلام المفسرين قالوا إن المراد بالكتاب هو القرآن الكريم، ومنهم من قال إن المراد هو اللوح المحفوظ، ومنهم من قال إن المراد به التوراة، ومنهم من قال إن المراد به التوراة والإنجيل معا. حقيقة هذه الآية أو هذا المقطع من الآية قرأ قراءات متعددة، في جانب القراءات القرآنية قرأ قراءات متعددة، ولعل يعني أكاد أجزم لعل بعضا من هذه القراءات إنما قرأت بالطريقة الفلانية لحرف أن يكون من عنده علم الكتاب هو أمير المؤمنين سلام الله عليه. فمنهم من قرأ ومن عنده علم الكتاب، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب، أي ومن عند الله علم الكتاب، فيكون هنا الشهيد الوحيد على أن النبي مرسل من الله هو الله سبحانه وتعالى، وليس ثمة شهيد آخر معه. قراءة أخرى ومن عنده علم الكتاب، وهنا الواو تكون استئنافية أيضا، والمعنى يكون قريبا من معنى الأول. قراءة ثالثة في هذه المسألة ومن عنده علم الكتاب، هاي وحدة، وعلم الكتاب هاي قلناها، وعلم الكتاب هذه أيضا، وعندنا ومن عنده علم الكتاب التي هي مستعملة الآن. وثمة فرق حقيقة في المعنى المترتب من هذه القراءات. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب، هنا يكون من عنده علم الكتاب معطوفا على الله سبحانه وتعالى، أي أن ثمة شخصين عفوا أو اثنين يكونان شهيدين على أن الرسول مرسل أو على أن محمدا صلى الله عليه وآله مرسلون، هم الله ومن عنده علم الكتاب. أما على طريقة القراءة الثانية فتكون المسألة محصورة بالله سبحانه وتعالى. مسألة من عنده علم الكتاب حقيقة اختلف المفسرون فيها على 12 رأيا. كنا نسمع يعني عن إجماع المفسرين على أن من عنده علم الكتاب هو أمير المؤمنين سلام الله عليه، لكن الذي يبحث في كتب التفسير يجد أنهم اختلفوا في تشخيص من عنده علم الكتاب على 12 رأيا. أول هذه الآراء يعني عند المفسرين لا عند مفسري الشيعة هو عبد الله بن سلع. طبعا ثمة رواية تروى عن ابن أخيه، وثمة رواية أخرى تروى عنه يقول فيها أنزل في قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب، ويروي ابن أخيه عنه يقول نزلت في كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إلى آخره. وهذه المسألة حقيقة مردودة من التابعين الأوائل، إذ سئل ابن جبير عبد الله بن جبير عن قوله ومن عنده علم الكتاب أهو عبد الله بن سلام، قال كيف يكون عبد الله بن سلام والسورة مكية وابن سلام إنما أسلم بالمدينة، أي إن السورة نزلت في مكة وهذا الرجل أسلم وين؟ في المدينة. فالمسألة لا يمكن أن تنطبق عليه، أو الآية لا يمكن أن تنطبق عليه. عندنا رواية أخرى لتفنيد ما قيل في عبد الله بن سلام عن عبد الله بن عطاء، قال قلت لأبي جعفر عليه السلام هذا ابن عبد الله بن سلام يزعم أن أباه الذي يقول الله فيه قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم قال كذب هو علي ابن أبي طالب
طبعا ثمة كلام كثير في هذه المسألة من الآراء التي قيلت في من عنده علم الكتاب، قالوا الله سبحانه وتعالى، وهذه طبعا الذي يقول الله دكتور إن شاء الله ثلاث دقائق الذي يقول الله سبحانه وتعالى هو الذي عنده علم الكتاب يذهب يعني أو يؤيد كلامه بالقراءة التي تقول ومن عنده علم الكتاب أو علم الكتاب أو علم الكتاب، يعني هذه القراءة تكون داعمة لهذا الرأي. رأي ثالث يقول مجموعة منهم عبد الله بن سلام وسلمان الفارسي وتميم الداري. رأي رابع يقول أهل الكتاب من اليهود والنصارى. رأي خامس يقول رجل من الإنس. من هذا الرجل؟ ما صفاته؟ لم تحدد هذه المسألة. رأي آخر يقول أناس من أهل الكتاب. رأي آخر قال إنه جبريل. رأي آخر قال المؤمنون. رأي آخر قال ابن يامين. ورأي آخر وهذا عجيب حقيقة وغريب أيضا قال جني معروف. ما هذا الجني؟ ما نعرف. ورأي موجود في روايات أهل البيت سلام الله عليهم قال أئمة أهل البيت صلاة الله السلام عليهم، أئمة أهل البيت سلام الله عليهم، يعني كلهم عندهم علم الكتاب وعلي أولهم، علي أفضلهم، علي سيدهم وهكذا أبوهم. وعندنا الرأي الثاني عشر قال إن الذي عنده علم الكتاب هو الإمام علي عليه السلام. وعندنا روايات كثيرة حقيقة، وهذه الروايات أكثر من أن تعد وتحصى، ومروية عن رسول الله صلى الله عليه وآله، مروية عن أمير المؤمنين سلام الله عليه، مروية عن أهل البيت سلام الله عليه. من ذلك روي عن رسول الله والإمام علي، زين، ما نقله صاحب تفسير الثقلين عن أبي سعيد الخدري قال سألت رسول الله صلى الله عليه وآله عن قول الله جل ثناؤه، يعني عن الذي عنده علم الكتاب، قال ذاك وصي أخي، هاي علم من الكتاب، وصي أخي سليمان بن داود، فقلت له يا رسول الله فقول الله قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب، قال ذاك أخي علي بن أبي طالب. عن سلمان الفارسي عن أمير المؤمنين سلام الله عليه، تسمو قلت ثلاثة اعطيتني واحدة بعد بعد شيء. عن أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول أنا هو الذي عنده علم الكتاب. طبعا سليم بن قيس يقول سأل رجل علي بن أبي طالب عليه السلام فقال وأنا أسمع أخبرني بأفضل منقبة لك، قال عليه السلام ما أنزل الله في كتابه، قال وما أنزل فيه، قال أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه، أنا الشاهد من رسول الله. وقوله ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب إياي عنا، والكلام لأمير المؤمنين سلام الله عليه، إياي عنا بمن عنده علم الكتاب. حقيقة ثمة روايات كثيرة عن الإمام الباقر عن الإمام الصادق، والوقت لا يسع لذكرها. ثمة بحث أو في نهاية البحث تكلمت على أعلمية الإمام علي عليه السلام بالقرآن الكريم، وعندنا روايات منها أن رسول الله صلى الله عليه وآله يقول علي مع القرآن والقرآن مع علي لن يفترقا حتى يردا علي الحوض، ويقول أيضا علي يعلم الناس بعدي من تأويل القرآن ما لا يعلمون، وعن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال معاشر الناس هذا علي أخي ووصي وواعي علمي وخليفتي في أمتي على من آمن بي، ألا إن تنزيل القرآن علي وتفسيره بعدي عليه. شكرا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رحمة الله وبركاته. شكرا لك جناب الأستاذ الدكتور عصام الغالبي، وأنت تواق لإفادتنا بالمزيد. نعم، لذا إذا سمحت لي وسمح للحاضرون أدعوك أيضا لتحافل، لأن صميم حقيقة بحث الباحث الآن في صميم قضية عقائدية، وستكون هناك ورشة عمل بقضية عقائدية، موضوع عقائدي عن الإمامة في الاثنين القادم ضمن أسبوع الإمامة، 9 ليلا
في مجمع الهادي عليه السلام تابع العتبة العباسية في الطابق السابع. فلا بأس جناب الدكتور كن حاضرا مع مروياتك. نعم إن شاء الله بمروياتك لأنها تسهم في إثراء الورشة بهذه المعلومات وبالروايات بالتأكيد التي تؤكد. الآن إذا كانت هناك مداخلة مع جناب الأستاذ الدكتور. بلي تفضل الشيخ علي، الشيخ علي المالكي. حياك الله شيخ، مرحبا. تفضل الشيخ علي. بلي أحسنتم جزاكم الله خيرا. تفضلت بأن الكتاب، وقلت أن الكتاب مردد بين بين بين، لكن لم تحدد أنت من مقصود من الكتاب ومن عنده علم الكتاب. يعني أنا لا أدخل لم تحدد. لا نعم واضح واضح. يعني مسألة التفسير خاصة بأناس معينين، ولا أريد أن أجزم في أن الكتاب هنا. إذا قلنا إن عليا عليه السلام وربطنا الروايات المتعلقة بعلاقة الأمير المؤمنين بالقرآن الكريم، فهنا ستكون أو سيكون الكتاب أقرب معاني هو القرآن الكريم. هذه مسألة حقيقة يعني لا أستطيع الجزم بها، لأن هذه مسألة تفسير. تستدل ولست مفسر. هسه تقدر أنت، وأنت ذكرت تفاسير بالنسبة إلى موضوع من المقصود الذي عنده علم الكتاب، لكنك لم تذكر ماذا قال أهل التفاسير بخصوص الكتاب. جزاكم الله خيرا. أحسنتم، شكرا لك. ممنونين جناب الشيخ. شيخ علي إذا كانت هناك مداخلة أخرى تفضل. أستاذنا العزيز المايك بلا زحمة عليك سيد علي. بسم الله الرحمن الرحيم. نشكر الدكتور عصام كاظم الغالبي على هذا الطرح المائز والواعي حقيقة، لكن يعني عتبة البحث كانت ومن عنده علم الكتاب. يعني كان حري بالسيد الباحث أن يأخذ بأيدينا إلى توضيح أكثر لعتبة هذا البحث، قد تكون في ضوء المفسرين، في تعدد الأوجه في هذا المجال. أنا كقارئ عندما أطالع هذه العتبة أتساءل بدءا عن معنى الكتاب، كما أشار السيد الدكتور مثلا قال تعالى: ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. قال تعالى: ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه. وأيضا: ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. قال تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. أنا أريد أن أفهم معنى الكتاب قبل أي جانب آخر. وشكرا جزيلا. شكرا. الدكتور عادل عبد مجيد الكركوشي قسم التربية والتعليم العالي العتبة العباسية المقدسة. شرفتم دكتور، شكرا جزيلا ولمداخلتك. إذا لم يكن لا يسمح الأستاذ الدكتور أيضا راح يصير تساؤل وإجابة. تساؤل لك وإجابة للجماعة، تسمح لي؟ بلي أنا تساؤلي للسيد الباحث جناب الأستاذ الدكتور عصام الغالبي: هل أفدت من الآية الكريمة في سورة الواقعة: فلا أقسم بمواقع النجوم وأنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه لا يمسه إلا المطهر. يعني الميم مفتوحة والسين مضمومة. السين مضمومة بلي. نعم. ممكن غير مضمومة. نعم. مشددة. الميم مفتوحة. لا يمسه. نعم. إلا المطهرون. نعم. فهل أفدت من هذه الآية في بيان دعم رأيك في البحث؟ لا. وبالتالي ستجيب. نعم. هذه الآية بالتحديد كما تفضل المداخل جناب الدكتور وجناب الشيخ أنه لتحديد معنى الكتاب. سيدنا إذا سمحتم، لأن الوقت بلي. زين لا يسمح السيد داخل مسبقا نسمع مداخلة الأستاذ الدكتور هادي وبعد السيد الدكتور هادي. دكتور هادي سألها وزميلنا دكتور هادي تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا للأستاذ الدكتور على هذه المحاضرة القيمة. ولكن يتبادر للذهن سؤال: إن الخلاف في هذه الآية يتعلق بمصداقها الخارجي، وهذا المصداق الخارجي اعتمد في تشخيصه على روايات، وهذه الروايات متعارضة، فبناء على القاعدة الأولية نقول بتساقط هذه الروايات، وبناء على القاعدة الثانوية
راح نقول عند هذا الترجيح لذي المزية، فهل هناك مزية قرآنية في ترجيح أحد هذه الأقوال بعضها على البعض الآخر؟ شكرا جزيلا. شكرا لك يا دكتور. الآن إذا السيد مرتضى شرف الدين، أرجو بأقل الدقيقة، بنص دقيقة. قبل أن نذهب إلى ما تفضلتم به في من الاستدلال بصورة الواقعة، لقد استدل السيد دكتور بآية تنفع في سوق الآية باتجاه المقام، وهي آية قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، حيث ذكرت في الروايات. إذا ربطنا بين الآيتين تذهب القضية بالاتجاه الذي تفضلتم به، وأما مع التعارض فالمزية وضحها السيد الدكتور تخيل فيما ظهر من الاضطراب في النصوص التي ذهبت باتجاه آخر كالمكية والمدنية كما ظهر في بعض المرويات. شكراً لك، شكرا لك سيدنا، شكرا لل... هو مو سؤال عانك يعني، فقل له أهلا بناصرنا. شكرا لك، شكرا لك أستاذنا الدكتور، شكرا ممنونين، شكرا جزيلا. والآن مع باحث آخر، سماحة السيد نبأ محسن السيد حسين الحمامي، باحث من العراق من الحوزة العلمية في النجف الأشرف، في عنوان بحثه حقوق الأقليات في حكم الإمام علي عليه السلام بين مبادئ الحقوق وواقعها التطبيقي. وفي سيرة السيد نبأ الحمامي، وأصلا كان أكاديميا بتحصيل أكاديمي بكالوريوس هندسة مدنية، والآن متخصص ككاتب وباحث إسلامي ومحقق مخطوطات وأستاذ في الحوزة العلمية، أستاذ للسطوح والسطوح العليا ومن النجف وفي حوزة النجف، له أبحاث منشورة الإلحاد في المجتمع العراقي، الأسباب والمعالجات، منهجية تحقيق القضايا التاريخية عند السيد محمد مهدي الخرسان، أدلة ثبوت الأحكام عند الشريف المرتضى، وهكذا له كتب ومؤلفات منها حياة الإمام الحسن في شعر معاصريه، ومنها في أدعياء السفارة المهدوية في عصر الغيبة، والإمام الحمامي في منظور معاصر، وهو المرجع أيضا من مراجع الدين، كان مرجعيته متزامنة مع مرجعية السيد محسن الحمامي، العفو السيد محسن الحكيم، السيد حسين الحمامي والسيد محسن الحكيم أعلى الله مقاميهما، وبحوث أخرى وكتب أخرى حقيقة أيضا سيرة مليئة بالعطاء العلمي، نتمنى بل ندعو له بمزيد عطاء وتوفيق. يتفضل الآن السيد نبأ بإتحافنا بملخصه أيضا بعشر دقائق، تفضلوا سيدنا. أحسنتم سماحة الشيخ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، لا سيما وصيه وابن عمه وخليفته في أمته مولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، في الوقت الذي نبارك للأمة الإسلامية جمعاء وللحضور الكريم هذه الأيام المباركة، عيد الغدير الأغر، عيد الله الأكبر، في الوقت نفسه نلقي عليهم التحية والترحاب والسلام عليهم ورحمة الله وبركاته. عليهم السلام ورحمة الله. بحثنا الذي اخترناه موسوم بحقوق الأقليات في حكم الإمام علي عليه السلام بين مبادئ الحقوق وواقعها التطبيقي. أنا آثرت أن أدخل في البحث مباشرة من دون مقدمات كسبا للوقت. من الأمور الواضحة لذوي البصائر أن السلام الذي تنشده البشرية لا يمكن أن يتحقق في العالم ما لم تتوفر أسباب ومقومات سبل التعايش السلمي بين أفراد المجتمع والمتقوم بمراعاة حقوق عناصره وأفراده، لا سيما حقوق الأقليات، بما يحقق العدل والسلم المجتمعيين. وقد برهن النص العلوي
وقد برهن النص العلوي على قدرته في تلبية حاجات البشر التشريعية وتحقيق الأمن والعدل العالميين وتغطية ساحة الحياة في أي مقطع زمني وفي أي بقعة من أقطار الأرض، سواء في المسائل العبادية والروحية أو الأمور التربوية والأخلاقية أو الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وسواء تعلقت بالفرد أو المجتمع. بحسب طبيعة البحث الذي تناولته كان منقسما على محورين أو مطلبين أو فصلين أساسين. الأول، المطلب الأول هو المبادئ والأسس التي تستند عليها حقوق الأقليات في ظل حكومة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. نذكر من هذه المبادئ: المبدأ الأول مبدأ الرحمة والرفق، إذ الرحمة والرفق من المبادئ الأساسية التي استند إليها الفكر العلوي في نظرته التشريعية والتطبيقية في ميادين حكمه، وقد ترشح من هذا المبدأ مجموعة من الحقوق والواجبات، وأصبحت أساسا للتعامل في المجتمع الذي أراد أمير المؤمنين سلام الله عليه التمهيد له في النفوس وبنائه وبناءه في سلوك الأفراد والمجتمع. يقول عليه السلام في عهده لمالك: وأشعر قلبك الرحمة للرعية والمحبة لهم واللطف بهم، ولا تكونن عليهم سبعا ضاريا تغتنم أكلهم، فإنهم صنفان، إما أخ لك في الدين وإما نظير لك في الخلق. ومن يقرأ الصفحات المشرقة لحياة أمير المؤمنين سلام الله عليه يجد مبدأ الرحمة عنصرا بارزا في سيرته بين الناس. المبدأ الثاني مبدأ المحافظة على كرامة الإنسان، إن كرامة الإنسان من القيم العليا والمبادئ الأساسية التي ارتكز عليها فكر الإمام سلام الله عليه وسيرته العلمية في التأسيس لكثير من الحقوق والواجبات التي انطلقت من سيرته القولية والفعلية. المبدأ الثالث من المبادئ التي استمدت منها حقوق الأقليات اعتبارها هو مبدأ العدل ومبدأ المساواة، إن النظرة العلوية للعدالة هي النظرة المؤطرة بالأخلاق والدين، كما تقدم قبل باحثين أو ثلاثة من الباحثين أنه مؤطر ليس فقط بالجانب العقائدي، العدل مؤطر بالجانب العقائدي والجانب الأخلاقي، وهذا ما يستند عليه الفكر العلوي في تأسيسه. إن العدالة تحافظ على توازن المجتمع وتسيره بالطريقة التي تحفظ بها النظام العام، وتقضي على الفوضى من خلال قبول أفراد المجتمع بما يترتب عليهم من واجبات ويتمتعون بها من حقوق ليسود الأمن والأمان في أرجاء المجتمع، ولا يضيع حق من حقوق الأقليات المكونة له. هذا بالنسبة إلى المطلب الأول، المبادئ التي استقى منها النص العلوي تشريعاته إلى في أيام حكمه وما بعدها. أما المطلب الثاني أو الفصل الثاني فيتعلق بالتطبيقات العملية التي انعكست من هذه المبادئ، يتناول أهم الثمرات العملية من تلك المبادئ التي انطلقت من تلك الأسس للسيرة العلوية في مجال حقوق الأقليات على الصعيد التطبيقي. شواهد كثيرة نذكر منها: الأول، إقامة العلاقة المتوازنة في المجتمع. إن من نتائج تأكيد السيرة العلوية على توطيد علاقات التعارف والتعاون بين أفراد المجتمع الإنساني هو تفعيل القيم المشتركة والفضائل العامة التي تدعو إليها كل الأديان، مثل المحبة والسلام والطهارة والعدل والتسامح، والحوار بين الأديان بما يحقق السلام والتعايش واحترام التعددية الدينية ونبذ التعصب. يقول سلام الله عليه: صافح عدوك وإن كره، فإنه مما أمر الله به عباده. يقول عز وجل:
والاقتباس القرآني للإمام سلام الله عليه: ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. الثمرة الثانية أو النتيجة الثانية في مجال مراعاة حقوق الأقليات في حكمه سلام الله عليه هو التعايش السلمي. ففي سيرته سلام الله عليه من مظاهر التعايش السلمي ومراعاة حقوق المواطنة للأقليات التي تعيش في كنف الدولة الإسلامية على مستوى النظرية والتطبيق الشيء الكثير. فقد أعلن سلام الله عليه أنه لا يلزم أحدا من غير المسلمين بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية على واقع حياتهم لا سيما في الأحوال الشخصية، فإنهم يرجعون إلى أحكام دينهم. فكان يقول لخصمه في العقيدة: قد أذنت لك فكن في أمرك على ما بدا لك. وكان لأصحاب الديانات حريتهم في ممارسة شعائرهم وطقوسهم، إذا لم يتقارن ذلك مع إثارة المشاعر أو تأجيج روح العصبية الدينية، وكانوا مندمجين ضمن النسيج الاجتماعي الإسلامي. هذا موجز مختصر، واستبعدنا في هذا المختصر كثير من الشواهد والأمثلة طلبا للاختصار، والحمد لله رب العالمين. شكرا لك يا سماحة السيد للالتزام بالوقت. فإن كانت هناك مداخلة أو تساؤل مع السيد الباحث، أتفضل أستاذ الدكتور صباح الزبيدي. شكرا جزيلا لاهتمامك ومداخلاتك، واقعا تثري الجلسة تلك المداخلات والتساؤلات. شكرا لك. فضل. الحقيقة إحنا ما نتحدث عن الإمام عليه السلام الله عليه نجده في كل مجالات الحياة السياسية الاقتصادية الاجتماعية. بالنسبة للفئات الأخرى اللي ذكرها الباحث، الأقليات، أيضا فرض الخراج والجزية، الخراج على الأراضي الزراعية، أما الجزية فرضها على أهل الكتاب. شكرا جزيلا. أحسنت. نعم، إذا كان هناك تفاصيل في مسائل الاقتصاد، طبعا مسألة الجزية ومسألة الخراج يعني لم يؤخذ شيء من الأقليات هكذا، سواء كانت أقليات عرقية أم دينية، لم يؤخذ منهم شيء إلا وقد أعطي في إزائه وفي مقابله حق. سقط عنهم الجهاد، وسقط عنهم كثير من الأشياء في مقابل دفعهم للجزية. الدولة الإسلامية تتحمل وتقوم بمهمة الدفاع عنهم، يعني في كل شيء في مقابله، ولم يضع لهم شيء أو حق من الحقوق. نعم. شكرا. تفضلوا الشيخ علي. بس السريع استدل سمحت السيد بموضوع الأقليات، حقوق الأقليات عند في دولة أمير المؤمنين عليه السلام بالآية الشريفة: ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. هذا استدلال الإمام سلام. وفي صافح عدوك، الكلام عن الأقليات التي هي تحت الدولة الإسلامية، كيف يكون عدو؟ العداوة لا ليست منحصرة في إظهار العداوة. العدو قد يكون خصوصا العدو الفكري أو العدو العقائدي، يكون عدوا من دون أن يظهر العداوة، وربما هذا الإظهار يكون على مراتب ودرجات، ربما يصل إلى القتال، ربما يصل إلى التلاسل، ربما يصل إلى الاختلاف. فمن نتيجة من كما يقول المناطق هو مفهوم مشكك ذو مراتب متعددة، من نتيجة ينطبق عليه عنوان العدو حتى وإن لم يظهر عداوته. شكرا. سمحت الشيخ، عفوا، حتى إذا صارت مساجلات الوقت يأخذنا ولم يفصلنا عن وقت الأذان والغداء، نمني الحاضرين بالصلاة والغداء لكي لا يعني ييأسوا ويصيبهم التعب من الحضور إن شاء الله. لم يفصلنا عن ذاك الوقت إلا ملخصين، ملخصان، لا يفصلنا إلا ملخصان. اليوم شيخ خلصني من دكتور عصام الغالبي، بلي، إلا ملخصان، بلي.
فشكرا لك وشكرا للسيد نبأ الحمامي قدم ملخصه وشكرا لالتزامي بالوقت. وأيضا إذا سمحتم أنوه للسادة الباحثين أنه هناك شهادة مشاركة باسم الباحث وبحثه تجدونها من نفس المكتب والمكان اللي استلمتم به بعض شؤون البحث من المعدل الباحثين يعني. فأيضا شهادة مشاركة خاصة موجودة، فأرجو أن الباحث لا ينسى استلام تلك الشهادة، شهادة بحثه في باحة الكلية، مقابلنا تماما. وأيضا وجدت التنويه عن أن هناك شهادة مشاركة للمقومين لجنة التحكيم، فأيضا لا يفوتهم يعني المطالبة بهذه الشهادة ربما من نفس الأخوة الموظفين في المكتب هناك. البحث القادم سيكون معنا الدكتور الشيخ ليث عبد الحسين العتابي، باحث من العراق، وعنوان بحثه الإمام علي عليه السلام وعلوم القرآن، دراسة في الأسس والتقسيمات. فليتفضل شيخ الدكتور ونبذة عن سيرته الذاتية أيضا إذا سمح نختصر كما اختصرنا بقية السير. دكتوراه تخصص العلمي في علوم القرآن الكريم وتدريس الآن في كلية الفقه جامعة الكوفة قسم العقيدة والفكر الإسلامي، له أبحاث منشورة عدة وحقيقة له كتب أيضا ومؤلفات، منها كتاب الأدوات المعرفية، الدور الريادي الإمام الصادق، المدخل إلى القواعد القرآنية الإمام الحسين عليه السلام في الدراسات الاستشراقية، ومعالم عقائدية، ونهج البلاغة في الدراسات الاستشراقية، أيضا سيرة عطاء علمي زاخرة ندعو له بالتوفيق إن شاء الله لإكمال المسيرة وإثراء المكتبات العربية بهذه الأبحاث والكتب. يتفضل الآن جناب الشيخ الدكتور لإلقاء ملخصه. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الحضور جميعا مع حفظ المقامات والألقاب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. نبارك لكم عيد الغدير الأغر ولاية أمير المؤمنين عليه السلام. البحث هو كما ذكر جناب الشيخ الدكتور الإمام علي عليه السلام وعلوم القرآن، دراسة في الأسس والتقسيمات. ولربما أغنى عني ما تقدم من بحوث في قضية إثبات أن الأعلم بالقرآن والأعلم بالكتاب هو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، فهذا جزء سوف أختصره ولن أذكره لأنه قد أثبت في البحوث السابقة. في الواقع أجمعت الأحاديث وكثير من الأحاديث من المدرستين، المدرسة الشيعية والسنية على حد سواء، بأن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب قد ذكر في حديث واحد 60 علما من علوم القرآن. وهذه العلوم التي ذكرها أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام هي في المجمل في الإطار العام تدخل فيما يسمى الآن بعلوم القرآن بحسب التقسيمات الحديثة، لأننا نعلم بأن علوم القرآن منذ نشأتها قد مرت بتقسيمات لربما 3 تقسيمات رئيسية. التقسيم الأول هو التقسيم القديم أو الكلاسيكي الذي اقتصر لربما على 4 علوم رئيسية من علوم القرآن، وهي المكي والمدني والناسخ والمنسوخ والمحكم المتشابه وأسباب النزول. فعدت هذه علوم القرآن وما ألحق فيها فيما بعد اعتبر داخل في معرفتها وما شابه ذلك. ثم جاء التقسيم الآخر عندما بدأت المدونات تكتب والعلوم توضع لها قواعد أساسية، أضيف لها علوم أخرى على سبيل المثال علم اللغة في قضية القرآنية، ثم علم الصرف، ثم العلوم علم النحو وعلوم أخرى كثيرة جدا وضعت فيه. ثم فيما بعد التقسيم الثالث والأخير والذي نسير عليه الآن في كثير من المدونات والكتب التي تدرس في الكليات والجامعات، أضيف لها ما يسمى بتاريخ القرآن. وتاريخ القرآن عندما أضيفت له قضية مسألة شكل القرآن، تنقيط القرآن، جمع القرآن ليس بالجمع الأول وإنما من جمع القرآن، نزوله، تنزيله، موضوعه، ما يتعلق به، الهدف منه، ما شاكل ذلك من أمور، لأنها أصبحت كتب درسية تدرس الآن في الكليات والجامعات.
ما هي ميزات علوم القرآن عند أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام؟ هي واقعا لكن أنا أذكرها. أولا أنها انطلقت من قدسية النص القرآني، أي أنها انطلقت من نفس النص القرآني. أمير المؤمنين عليه السلام أنا ذكرت أسس وتقسيمات وأيضا تطبيقات لها، هو لم يذكر علما إلا وله آية أو آيات تنطبق عليه أو مصادق لهذا العلم الذي ذكره. ثم حاكميته، أي حاكمية القرآن. القرآن معروف بأن القرآن هو حاكم وهو النص الذي نرجع إليه، كل شيء يعرض على القرآن الكريم. ثم عصمة الإمام عليه السلام، هذه ثلاث أسس مهمة جدا في تقسيمات علوم القرآن. لو جئنا إلى تقسيمات المدارس، المدرسة الشيعية أو المدرسة السنية، الكل يعلم بأن التقسيمات الأولى للقضايا القرآنية قد ذكرت في الكتب الأولى للتفاسير، سواء كان في المدارس السنية سواء كانت في المدارس الشيعية، فلم يذكر بأنه يقال له علم إلا بعد تدوين العلوم كما ذكرنا، تصنيف أو تصنيف العلوم. وأول كتاب لربما وضع له هذا المصطلح هو كتاب فنون الأفنان في عيون علوم القرآن لابن الجوزي، متوفى 597، بهذا المصطلح الحقيقي أنه علوم القرآن بهذا الشكل الموجود. فلو جئنا إلى المدرسة السنية والمدرسة الشيعية، إذن الكتب الأولى التي هي التفاسير الأولى استمد منها جملة من العلوم القرآن، سواء كانت في نفس القرآن النص ويؤخذ ويوضع في سياق، أو من حديث ورد عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، أو من حسب كلامهم من الصحابة، أو في المدرسة الأخرى المدرسة الشيعية أيضا حديث النبي ثم حديث أمير المؤمنين عليه السلام. وأشهر الكتب في علوم القرآن في المدرسة السنية كما ذكرت هو فنون الأفنان في علوم القرآن لابن الجوزي، متوفى 597، اكتفى فيه بعلوم القرآن الكلاسيكية اللي ذكرناها بالتقسيم الأول. ثم تطورت علوم القرآن لتصل إلى المرحلة الثانية، وذلك على يد الزركشي في كتابه البرهان في علوم القرآن المتوفى 794، ثم الإتقان في علوم القرآن للسيوطي المتوفى 911. لكن السؤال، كم علم ذكر البرهان وكم علم ذكر صاحب الإتقان؟ كتاب البرهان لزركشي ذكر 48 علم من علوم القرآن، 48، لكن أغلبها ليست من علوم القرآن وإنما علوم مساعدة لفهم النص القرآني، ليست علوم القرآن. الإثقال للسيوطي ذكر 80 علما لعلوم القرآن، وأكثر من نصفها هي ليست من علوم القرآن، لأنه قسم المقسم، يعني مثلا المكي والمدني، السفري والحضري، السماوي والأرضي، النومي والجلوسي، وبالتالي تقسيمات كثيرة جدا وردت في نفسه، وهو مكي ومدني على سبيل المثال، لكن هو وضع تقسيمات بالنسبة إلى أوصلت إلى 80 علم. حتى أنه عندما ينقل رواية عن أمير المؤمنين عليه السلام لأسباب النزول على سبيل المثال لآيات قرآنية لمكي ومدني، يقول ورد عن أحدهم، سيوطي كثيرا ما يذكر ورد عن أحدهم، ما يذكر علي بن أبي طالب بالصراحة، مع العلم أنه هذه العلوم هو أخذها من أمير المؤمنين عليه السلام. العلوم التي ذكرناها أن أمير المؤمنين قد ذكر 60 علما لعلوم القرآن، أين وردت في تراثنا الشيعي؟ أولا وردت في جملة تفاسير، منها تفسير علي بن إبراهيم القمي متوفى 307، ووردت في تفسير النعماني من أعلام القرن الرابع الهجري، مضافا إلى أنه ذكرها في رسالة واحدة مستقلة كاملة السيد المرتضى المتوفى 436، أسماها برسالة المحكم والمتشابه، ويذكر بها حديث طويل يصل، يعني بحسب أنا التنضيد مالتي ذكرت الحديث كامل خط 16 إريال يصير 30 سطر، هذه الرواية طولها 30 سطر بالتحديد، تذكر 60 علم من علوم القرآن. وأيضا ذكرت في كتاب البحار للشيخ المجلسي، وكتاب جامع الآثار والأخبار عن النبي وآل الأطهار للسيد محمد باقر الأبطحي، وكتب أخرى كثيرة قد أوردت هذه العلوم القرآن. يذكر السيد حسن الصدر، أنا أذكر شاهد، يذكر السيد حسن الصدر بهذا الشأن بقضية لابد من التنبيه على تقدم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام في تقسيم أنواع القرآن، فإنه أملى 60 نوعا من أنواع علوم القرآن وذكر لكل نوع مثالا يخصه، يعني الإمام ما ذكر فقط وإنما مثال تطبيق له، وذلك في كتاب نرويه عنه من عدة طرق موجود بأيدينا إلى اليوم، وهو الأصل لكل كتاب من كتب علوم القرآن. واللي يقصدها السيد الصدر هي رسالة المحكم المتشابه للسيد المرتضى أو الشريف المرتضى. أنا ذكرت في البحث
يعني إن شاء الله إذا يطبع قسمته بهذا الشكل، جداول موجودة إن شاء الله تجدونه بهذا الشكل الإحصائي، جداول وأحصيته بالضبط بالدقة، هو 60 علم لهذه الرسالة الطويلة. أنا لا أريد الإطالة لأنه الوقت جدا ضيق. نعم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. شكرا جزيلا لك جناب الشيخ الدكتور ليث العتابي، وأيضا بعد أستميحكم عذرا لضيق الوقت، بعد لا نتداخل مع الشيخ الدكتور، شكرا لك. والآن الملخص الأخير في جلستنا، الأستاذ المساعد دكتور علاء حسن، دكتور علاء حسن من العراق، موجود دكتور علاء؟ بلي. عنوان بحثه هوية التسامح والاعتدال وأثرها في بنية المجتمع الإنساني، قراءة من فكر الإمام أمير المؤمنين عليه السلام. وأيضا إذا سمحتم بعجالة أقرأ سيرة الأستاذ المساعد الدكتور علاء حسن مردان اللاني، دكتوراه بالتاريخ الإسلامي تخصص سيرة نبوية، ومن البصرة قلنا هو له أبحاث منشورة في مجلات محكمة منها الأحنف بن قيس ودوره السياسي في الدولة الإسلامية، منها الفقهاء ودورهم السياسي في إسناد الدولة الأموية، والحسن البصري نموذجا، منها العباس بن علي بن أبي طالب في الرواية التاريخية المبكرة، وهكذا أيضا له كتب ومؤلفات. دكتور علاء من كتبه علي بن يقطين تاريخ سيرة ومزار، البصرة في عهد الإمام علي عليه السلام، مزار علي بن يقطين يصير بالبصرة، معلومة لطيفة، مزار علي بن يقطين في البصرة، والسيرة النبوية رؤيا وإيضاح في فكر الإمامية مدرسة البصرة نموذجا، وهكذا أيضا سيرة زاخرة وحافلة بالعطاء العلمي، ندعو له بمزيد توفيق وتألق في خدمة المسيرة العلمية ونشر علوم محمد وآل محمد. واللهم صل على محمد وآل محمد. يتفضل جناب الأستاذ المساعد الدكتور علاء اللامي لإلقاء ملخصه، مشكورا. شكرا جزيلا لرئيس الجلسة وجزاك الله خير المحسنين. بسم الله الرحمن الرحيم. البحث هو هوية التسامح والاعتدال وأثرها في بنية المجتمع الإنساني، قراءة من فكر الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام. قسم البحث إلى ثلاثة محاور. المحور الأول هو الإمام علي عليه السلام في الفكر الإسلامي، والمحور الثاني ضرورة طلب السلم والمسالمة في فكر الإمام علي عليه السلام، والمحور الثالث علي عليه السلام وضمان حرية المعتقد، إضافة إلى الخاتمة وقائمة المصادر. البحث بطبيعة الحال هو ليس بجديد أو ابتكار أو فكرة ينتظرها المستمع، البحث هو محاولة للقراءة في فكر شخصية عظيمة جدا لا يمكن لأي باحث أو أي إنسان على في علمه وكماله أن يصل إلى قراءة فكر الإمام علي عليه السلام، على اعتبار إن لا يعلمه إلا الله والنبي الأكرم صلى الله عليه وآله، صلى الله عليه. ومع ذلك هنالك محاولات لقراءة هذه الشخصية العظيمة. انطلق البحث من مصدر الفكر الإسلامي، فهل علي بن أبي طالب هو مصدر الفكر الإسلامي بصورة عامة أم لا؟ حقيقة لما تقرأ في كل كتب التراث الإسلامي لا تجد أي باب من أبواب العلم إلا وعلي بن أبي طالب، يا أما أصل الكتاب أو أصل المشكلة في الكتاب أو محور جوهري في الكتاب أو ذكر علي من فرضيات الكتاب أو من الجدل في الكتاب. وذكر علي بن أبي طالب كأساس للفكر الإسلامي ليس تعصبا منا، وإنما نستشهد بذلك على من ذكر علي بن أبي طالب واعتمد عليه من المدارس الإسلامية الأخرى. يعني لما نقف عند علي بن أبي طالب
نجد الذين اهتموا له كثيرا من المخالفين لفكر علي بن أبي طالب، يعني ليس هم أهل الشيعة بل المخالفين للفكر الشيعي. على سبيل المثال مثلا الشافعية كتبوا في علي بن أبي طالب الكتب الكثيرة حتى وصلوا إلى إثبات الوصية عن طريق المسعودي، أراد أن يثبت وصية النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم إلى علي بن أبي طالب. مثلا من كتب في علي بن أبي طالب وحاول أن يعطي له ميزة خاصة النسائي حتى بسبب يعني بسبب التزامه بالحقيقة والأمانة العلمية كان ضحية في دمشق وقتل على أثر الضرب المبرح الذي تعرض له من طرف المدرسة الأموية. فهنالك شواهد كثيرة تقف عندها المدرسة الإسلامية، لذا حري بكل باحث أن ينطلق من علي بن أبي طالب إذا ما أراد أن تكون فكرة بحثه تامة وشاملة للعلوم التي يبحث فيها، لا سيما إذا كانت هذه العلوم شرعية وإنسانية. الفكرة فكرة التسامح والاعتدال عند أمير المؤمنين عليه السلام، هل هي جديدة؟ يعني لما نقف في فكر أمير المؤمنين من عصر الرسالة إلى شهادته، شخص كله متسامح ومعتدل ويبحث عن حياة نظيفة بعيدة عن الحسد والنميمة وبعيدة عن تسقيط الشخصيات، حتى يوصي أمير المؤمنين يوصي الإنسانية جمعاء بأن تبتعد عن الزلة، هذه الزلة يبتعد عنها الإنسان حتى يحفظ كيانه الإنساني وأصله في المعتقد لله عز وجل. طبعا الشواهد التي قالها أمير المؤمنين في هذه يعني في هذه الخلافات التاريخية كثيرة جدا، ولا أذكر الكثير إلا ما يهمنا في البحث. مثلا عند قول أمير المؤمنين لبعض صحابته شيئان لا يوزن ثوابهما، العفو والعدل، يعني لا يوزن ثواب العفو والعدل، وهذا طبقه أمير المؤمنين في جميع الحوادث التاريخية المشهورة من سيرته، يعني من أيام بداية إمامته، أيكم يؤازرني على هذا الأمر على أن يكون أخي ووصي، من هنا أمير المؤمنين طبق العفو حتى نالوا منه ولم يشكي للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما سمع النبي من الصحابة ما قالوه فقال ما لكم ولعلي، لم يشكو الإمام سلام الله عليه، لم يشكو حتى وصلت المقولة للنبي فقال ما لكم ولعلي. إذن علي بن أبي طالب مثال للتطبيق وليس فقط للتنظير، عندما يقول الكلام هو يطبقه على نفسه ويلتزم به مع بقية بني جنسه سواء كان مسلم أو مشرك، حتى المشركين الذين تعرضوا له في ذلك الحين كان يعرض عليهم مبدأ المسالمة والإسلام أولا، فإذا ما ابتعدوا عن المسالمة أصر أمير المؤمنين على استخدام أن لا تأخذه في الله لومة لائم، يعني يعطي الحق لهذا الطرف ويسمع منه، ومن ثم إذا لم يهتدي سوف ينال جزاء. دقائق تقريبا دكتور. أيضا من مسلمات أمير المؤمنين صراحة هذه نحتاجها اليوم في المجتمع العراقي، شر الناس من لا يعفو عن الزلة، يعني كثيرا منا يمكن يسمع على زلة تتداخل المشاكل وتتداخل العشائر في قضايا كثيرة جدا، ولا زالت تحدث لليوم، تحدث مشاكل وقتل وإراقة للدماء على زلة، يما زلة لسان أو زلة طريقة تعامل مع طرف آخر. فأمير المؤمنين هو حياته تطبيقية، سيرة أمير المؤمنين تطبيقية، وأن يكون الرئيس قد خنقني في الوقت يقول انتهى تقريبا بعد دقتين وشوية. نعم، من وصايا أمير المؤمنين أيضا لصحابته في
المسالمة لا تصرم أخاك على ارتياب ولا تقطعه دون استعتاب، لعل له عذرا وأنت تلوم به، اقبل من متنصلة عذرا صادقا كان أو كاذبا فتنالك الشفاعة. يعني أمير المؤمنين سلام الله عليه يؤكد على التريث وعدم الاستعجال في محاكمة الآخرين، وكثيرا لدينا مشاكل فعلا اجتماعية هي أساس السرعة والعجلة التي تورث الندامة وإن بعد حين. فأمير المؤمنين أكد على هذه الصفة عندما يتعامل مع الآخر، سواء كان جانب إنساني أو جانب معرفي لي إذا ما تحققت الصورة الحقيقية. شاهد على هذا، شاهد في معركة الجمل، امرأة كانت تنال من صحابة أمير المؤمنين وأرادوا هؤلاء أن يردوا على المرأة وينالوا منها، فقال صه لا ترد على هذه المرأة فإنه سوف تعاب ويعاب نسلك من بعدك. يعني أنت تنعاب هسه وبعدين نسلك هم من يقول أبوهم هذا كان يعيب النساء. أقل دقيقتين العفو جناب الدكتور. نعم بل دقيقة واحدة. دقيقة واحدة بل. طبعا أنتقل إلى المحور الثالث اللي هو حرية المعتقد في فكر أمير المؤمنين علي عليه السلام. كان دائما يقول أولى الناس من عفا عن الناس، ولديه مقالة جميلة جدا. يعني أمير المؤمنين كان مقالته هذه تطبيقية صراحة. يقول علي بن أبي طالب: أما والله لو ثني لي أو ثنيت لي الوسادة في طبعات لحكمت بين أهل التوراة بتوراتهم وبين أهل الإنجيل بإنجيلهم وأهل الزبور بزبورهم وأهل القرآن بقرآنهم حتى يزهر كل كتاب من هذه الكتب ويقول يا رب إن عليا قضى بقضائك. صراحة هذه لما ننفكك نصوصها إن أمير المؤمنين كان يعطي حرية المعتقد للجميع. إذا كنت أنت من أصحاب الشريعة اليهودية أو الديانة الإبراهيمية أو غيرها من الديانات الأخرى، فأنت إذا كنت على حق هذه الديانة هي تدعو إلى التوحيد وتدعو إلى خاتم النبوة وتدعو إلى الوصية. إذا كانت هذه الديانة تؤمن بحقيقة المعرفة التامة للأديان والمذاهب على مستوى الإنسانية، فأمير المؤمنين دعا لكل الأفكار والمعتقدات. وفقط أذكر من باب الذكرى لأنه كان النقاش حول أن الغرب هو سبق الشرق بقضية حرية المعتقد وتطبيق الإسلام على الغرب. صراحة هذه كذبة ينقلها الإعلام، كذبة ينقلها الإعلام وأنا مسؤول. لماذا؟ اليوم نرى كيف يتعامل الغرب مع العربي، لا سيما العوائل العربية. آخر مشكلة في السويد، ممكن شفتوا كثيرا أنه العنصر السويدي أو البوليس في السويد يأخذ الطفل من حضن أمه دكتور التجارة وتبكي وتتصارخ. لذلك أقول إنه من يدعو إلى الغرب إنه صاحب تطبيق للدين، هذه كذبة شائعة جدا. أحسنت. ينبغي أن نتعامل معها بحذر. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا وأعتذر للإطالة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. شكرا جزيلا لك يا أستاذ مساعد دكتور حسن. أيضا اسمحوا لي يعني بعدم المداخلات، وقبل أن أترك الكلمة الأستاذ مرتضى الحلي عريف المؤتمر، ونوه إلى وجود وجبة الغداء في دار الضيافة. إن شاء الله الأخوة يرشدون الجميع إلى دار الضيافة، واضحة مبنى واضح، فوجبة الغداء هناك دار ضيافة الجامعة، وقبل الغداء الصلاة في المصلى في الجامعة هنا، وعدت بعض القاعات جعلت مصلى لكي تستوعب الأعداد هنا في الطابق الأرضي وفي الطابق الأول أيضا، مصلى في الطابق الأرضي وفي الطابق أيضا. أخوة سيرشدون إلى ذلك، ووفق الجميع لكل خير وصلاح. شكرا لك يا دكتور. يتفضل الآن الأستاذ مرتضى الحلي ليكون هو
الختام وفي الختام مسك إن شاء الله. منكم جميعا عن أي تقصير. أحسن الله إليكم. أحسنتم جناب الشيخ الفاضل الفاضل وكل أدلى بدلوه من السادة الكرام والباحثين في فعاليات هذا المؤتمر الذي بثق من اليوم الأول أسبوع الإتمام الدوري الأول. إن شاء الله موفقين وموفقون لكل خير.